بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد جدا نلتقيكم اليوم في الحلقة أو الندوة الثالثة في تطوير الاقتصاد السوداني. الندوة الثالثة سلسلة من الندوات متخصصة في تطوير الاقتصاد السوداني، وهذه سلسلة من الندوات بنعقدها بمنصة السودان للمعرفة تحت مظلة المنظمة العالمية للتنمية المستدامة. نحن نعمل هذه الندوات على مستوى العالم، السودان عندنا فيها حاجة نملكت فيه، والغرض منها إنه نجيب ناس خبراء وعلماء يدون الكلام العلمي والتطبيقي. والندوات دي بتهدف لأنه تسهل علينا يعني فهم المشاكل المتعلقة بالتنمية المستدامة. أنا قبل ما أبدأ في الندوة دي داير أكون شاكر جداً لكل الناس اللي بيشاهدونا من كل العالم، رحب بيكم طبعاً أنتم في مختلف أوقات مختلفة في السودان، في غيره، في أمريكا، في السعودية. يا ريت لو تشيروا الصفحة بتاعت السودان عشان الناس كلها تقدر تتابعكم، وأي حد عنده سؤال يا ريت يبدأ. متوقعين يكون في أسئلة كثيرة جداً لأنه دائماً الموضوع بتاع الصمغ العربي ده، خصوصاً إنه أنا عندنا اثنين أنا بحكم يعني من أفضل خبراء متخصصين في هذا الموضوع على مستوى العالم وليس على مستوى السودان، فمتوقعين تكون في أسئلة كثيرة جدا تجينا، ولياريت أبو ترسلنا أسئلتكم في دويرات الشروع على كل الناس المتابعين لنا. الليلة حنتكلم فيما يتعلق بالاقتصاد السوداني وتطويره إلى دور الصمغ العربي، ويمكن ياسح ركز على جزئية بتاعة الكوفيد طيبين أو الجانحة بتاعة كورونا دي وبعد الجانحة والصمغ العربي ذاته ممكن يعالج هذه الجائحة أو رأس الفيروس، طبعاً هنتطرق له. لكن هدفنا الرئيسي من الندوة إنه كيف الصمغ العربي اللي بتكلم عنه كل السودانيين وأحلام السودان كلها بقت مربوطة بهذا المنتج اللي هو الصمغ العربي اللي ممكن يطور الاقتصاد السوداني، والأسباب بتاعت القصة دي وإنه كل أحلامنا من الدولة والمواطنين والقاعدين برا وجوا حتى العالم العربي ذاته بيحلم إنه السودان يتطور. يعتبر ده النقطة التاريخية في السودان. ويمكن كبداية للموضوع ده، السودان في طيلة الفترة كان محظور فيها في خلال النظام البائد، من المنتجات اللي هي ما كانت محظورة من التصدير هي الصمغ العربي. يعني حتى في النظام السابق أو البائد الصمغ العربي كان يتصدر، لكن طبعا ما قدرنا نصدره بالأمكانية الكبيرة لنتيجة لأسباب كتير. يعني السودان محاصر عديل، يعني محاصر تمام. الحاجة الثانية إنه أبي أذكر الاثنين الأخوان قبل ما أقول المعلومة دي، كل الكتب والتقارير تقول إن السودان الدولة الأولى في العالم في إنتاج هذا المنتج. يعني كل التقارير اللي عارفينها تقول إن السودان رقم واحد في العالم. قصدي سيدها نحن بنمتلكها نقطة وقيادة من واحد. وحتى عشان أكد لك على السلعة دي أو العقد في أثناء الحصر نحن ما حصروه لأنه داخل في أي حاجة، الشوكولاتة اللي بنأكلها كل يوم والعلاجات وغيره كلام حيتكلموا عنه، لأنه ما حصروه في تقريبا أي حاجة. يعني بتقول نسمع دكتور أحمد ده يقول لك أي حاجة هو تمام. وهكذا في موضوع ثاني مهم جدا، المعدل التطور والنمو والناس بيتوقعوا عندها تكون هي مفتاح الحل هي مشاكل السودان، هي مشكلتنا كبيره جدا في تقديم دارفور والنوبه وكردفان والمنطقه دي كلها. المنطقه دي فيها يعني ليها دور كبير جدا في تطور السودان. هذا الصمغ العربي اللي حيتكلم عنه موجود في المناطق دي كلها، النزاعات في دارفور وكردفان في غيره. ولما نيجي بعدين نعمل اصلاح في السودان، هذا السودان يتطور ومشكله دارفور تتحل واهلنا دي يرجعوا يعيشوا في بيوتهم وما عندنا معسكرات تاني لا في الفار ولا في النوبة وغيره، بيكون دارين لديهم عمل يشتغلوه. واحدة من الحاجات الممكن يشتغلوها إنه يشتغلوا في هذا الصمغ العربي. لو الليلة بقينا نصدر الصمغ العربي بالكميات الكبيرة ممكن الإغليم بتاع دارفور وكردفان والغاليم دي ترتفع بسرعة ويكون فيها عمالة عالية. أنا ما هتكلم كثير لأنه أنا ما متخصص في الصمغ العربي وأنا دورينا تفاسيليتيت النقاش ده، لكن الليلة سعيد جدا 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 انه معي اثنين انا بعتبرهم خبراء من احسن خبراء متخصصين في الموضوع ده في العالم. حقيقه انا بشوفهم من احسن اثنين في العالم، لانه الخبراء في موضوع الصمغ العربي ده في العالم هم ذات شويه مكتر. ونمره اثنين
انزل الدكتور ابدا ذات الموضوع بتاع الصمغ العربي. يعني دكتور سامر، دكتور احمد، الدكتوره ذات اللي عملوها البحث في الصمغ العربي ذاته، هنتكلم معاهم بس الاثنين، فيعني متخصصين تماما. دكتور احمد ده خبير في كل تفاصيل ما يتعلق بالكومبوننتس والاشياء، تركيبه الصمغ العربي والكيمياء بتاعته والحياه دي. ودكتور اسامه ده زول جديد، مش هو حاليا اسامه مدير لشركه بروج للسلع في بريطانيا. يعني لما تيجي للتصدير والطريق شوفوا كيف عندنا زول خبير مدير الشركه ذاتها، وعندنا هنا زول خبير في الكيمياء بتاعته. انا في الاول دار اديهم فرصه يعرفوكم بنفسهم، تعريف بسيط جدا. والسؤال الموجه لهم الاثنين من البدايه، يعني دكتور اسامه والدكتور احمد، الشداق وشنو تتخصصوا في الصمغ؟ يعني انت لما جيت تحضر الدكتوره وقال لك حاجه طبيعي، فكرت في الطبق والطبق ربطه بالصمغ العربي. انا داير ابدا من المدخل ده، اشجعكم او الشداق والصمغ العربي شنو؟ ابدا بالكبير ولا الصغير؟ عشان الكبير كلكم كبار والله، ربنا يحفظكم. تفضل يا عبد. في ايكو، في ايكو يا برو، في ايكو في الصوت. طيب انت مستعمل كده تكلم انا اشوف صوتك كويس، سامعني كويس كده؟ ايوه تفضل. اي انا اصلا خريج فود تكنولوجي، سو ما بعيد من المجال بتاع الاغذيه، وبدات الماستر ديجري، جاتني فرصه مع شركه الصمغ العربي، كان في منحه الاساس اعمل ماستر في الصمغ العربي. ده كان اول يعني opportunity في اني اتعرف على البرودكت كلوز. وطقيت الصمغ بنفسي ومشيت مكان الانتاج في من الدمكيه، ومشيت طقيت في التالي والمزموم وجمعته، وكان التوبيك فيزيو كيميكال بروبرتيز المايكروبيولوجيكال بروبرتيز. سو من هناك اشتغلت في شركه الصمغ العربي، واسسنا اول معمل بتاع ضبط جوده في السودان بطرق حديثه، وكان نغله كبيره لانه كان الصمغ كله بيتعامل بالكواليتي عن طريق السورترز او الفريزين. المهم حبيت الصمغ اكثر واكثر، وبعد ذاك سعيت في انه اعمل البي اتش دي في مجال، وكان في نفس المجال برضو الفيسكو كيميكال مولكيولر استراكشر فاكيشن السنغال، ودخلت بعد ذاك مع شركه انجليزيه since 1997 after PhD. اشتغلت يعني أكثر من 20 سنة في مجال السبري دراين مانيفاكشرين، البدرة الرزازية بتاع الصمغ العربي. وبعد ذاك التقيت بأخونا خالد محمد صالح مروج، وشجعنا كان عندي contribution مع شركة تانية في السودان الجدال، ساعدتهم بالفكرة وبالتأسيس وحتى بالكوميشنينج لسبريد رايه بدر الرذاذيه في السودان. بعد ذلك شجعني ان احنا نمشي بنفس المجال، وقلنا نبدا نأسس شركه في بريطانيا تو بروموت اور ماتيريال اند اولسو تو سيك اوبورتونيتي اوف فايندينج كاستمر فور سبريد رايد برودكت. اللي هو حنركز شويه هنا برضه، هنتكلم شويه عن فوائد البدر الرذاذيه للصمغ. المهم يعني طول عمري انا ما اشتغلت غير صمغ عربي. يا جماعه بقول لي لو واحد يجي جنبك كده he's gonna stick to you، يعني glue to you. طيب يا جماعه عشان ترجع لنا، ولسه في واحد قال ما عم بتكلم، قال كده شو كنت عندك وزي لسه عندك عامل ايه؟ عندنا شنو؟ في ايكو، انا في ايكو، انا ما عندي بتهيألي انت يا اسامه. أنا سامع كويس، ما عندي أي إيكو. أنا سامع الآن بعد السماعة، ممتاز. طيب ممتاز. طيب نمشي للدكتور أحمد. طيب كويس دكتور أحمد، ده ورينا أنت، عرفنا أنت من كردفان، أنت من محل الصمغ صح؟ عرفنا عن نفسك، عرف المشاهدين ديل، ورينا الشداق على التعطر في الصمغ شنو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البيت الشكر الجزيل لك بروف علام على إقامة هذه الندوة المهمة، وعبرك تحياتي لكل الأهل والعشيرة وزملاء الدراسة في داخل وخارج وطننا الحبيب، وتعزينا لفقداء الأسرة جميعا وشهداء حركة النضال الثوري منذ الاستقلال وحتى الآن. تحياتي على وجه الخصوص
إلى الذين ترعرعت بينهم أرعى الشاة حافية ونافخ المزمار لاهيا بين الفريق والتاية مباريا على كنف سفينة الصحراء، جميعا نحييكم من أرض الملاي الفتية بتحية الإسلام الخالدة. فكرة الصمغ العربي، إنه أنا خريج جامعة كردفان 2003، فديدن الجامعة لما يتخرج طالب منها بفرس كلاس بالتأكيد بيتم تعيينه في الجامعة. فحدث إنه مجرد ما يتخرجنا كان يؤسس أول مركز لأبحاث الصمغ العربي في أفريقيا اللي هو في جامعة كردفان، وبحكم علاقتي بالأجهزة بالأدفانس أناليتيكال كيمستري والإنسترومنتال أناليسيز اشتغلت في بحث التخرج، كان شغل ممتاز. فكان رؤية الجامعة إنه أكون في قسم الكيمياء الحيوية والتصنيع، فكنت باحث فيه. بعد 3 سنوات بعد سنين الماجستير جامعة الخرطوم اشتغلت برضو في الأصمغ في كيمياء الكاكاموت بالذات، رسالة بعنوان الفيزيوكيميكال بروبرتيز اوف اكاشيا بوليكانثا جام. جيت راجع الجامعة تم تعييني فيها في نفس القسم رئيس لقسم الكيمياء الحية والتصنيع لمدة 2 عام. بعدها طلعت 3 سنوات تم ابتعاثي لماليزيا برضو في كيمياء الأصمغ اللي هو في قسم هندسة الطغانة الحيوية جامعة العالمية ماليزيا، كانت دراسة الدكتوراه بمجملا اللي هي تتكلم عن الانتي اوكسيدنت وكيف نستخرج البايو اكتيف كومباوندز ويتم تطبيقه في البيولوجيكال اكتيفيتيز مثل السرطان الثدي والبروستيت والقولون بالاضافه لامراض الحساسيه المزمنه. الحمد لله الدراسه كانت تم تقييم الرساله باعتبارها افضل رساله دكتوراه في العام 2019-2020. تم بحث أكثر من 17 بحث محكم في دوريات ومجلات عالمية، بالإضافة إلى تم الآن جهزنا 4 كتب من نفس الرسالة في مجموعة الأكيشيا كومبلكس، ليست الصمغ وحده وإنما الهشاب والكاكموت والطلح. طيب يا دكتور، ممكن نبدأ نواصل معاكم بعدين نمشي لو سامع. في ناس كثيرين بيشوفوا الصمغ ده وبشوفوا الصور اللي بتيجي مرات في التلفزيون، بتشوف الصمغ ده حاجة بحرية لاصقة في الشجر، ده كل اللي بيعرفوا ناس، لكن طبعا في ناس عارفين عنه أي حاجة. أنا دايرك يا دكتور بطريقة مختصرة لو بتقدر، يا ما لو الصوت فيه مشكلة نبهونا عشان ما نقوم نتكلم وتكون أنتم ما سامعين كويس. يا دكتور أحمد، أنا دايرك توري أول حاجة الصمغ ده شنو. في ناس شافوا طبعا، وريهم إنه على الجيارة اللي بيطلع فيها وموجود في السودان، يعني ما بالتحديد لكن وين عموما، وبعد ذاك عرج لي على حتة مهمة نحن بنسمع بيه، وفي ناس بيقول لك علام بنسمع بيه والصمغ بيعالج السكري بيعمل. وريه مين دول خبير في الكيمياء انه الصمغ ده فوائد بيقدمها للبشريه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مجمل انا احاول اختصر انه نحن في السودان عندنا حوالي 1100 نوع من انواع الاكاشيا الاشجار اللي ممكن تنتج اصماغ. من ضمنها من مجموعة الـ1100 نوع عندنا تقريبا ما بين 30 إلى 40 نوع هي المعروفة بالنسبة لدينا. لحد اللحظة نعرف تقريبا 5% من الخصائص الفيزيوكيميائية بتاعتها. من أهم الـ30 دي عندنا 3 أنواع اللي هي الإديبل جمس، أسماق التي تؤكل، اللي هي الهشاب والكاكموت والطلح. الهشاب والكاكاموت والهشاب والطلح اللي هي معرفه في 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 عن طريق FDA بيقولوا هي سيف وانها تؤكل. طيب بالنسبه للاماكن اللي بتتواجد فيها هذه الاصماغ، توجد في التربه الرمليه والتربه الطينيه وتربه اللاتريتيك. فيما يخص دراسه الدكتوراه كانت الفرضيه انه ايهما افضل، صمغ الهشاب ام الطلح أو الكاكاموت، أيهما أفضل من حيث الأنتي أوكسيدنت كدراسة حالة لأول مرة على مستوى العالم، على سنه نقدر نساهم في عملية المواصفة. البحث اللي عملته يبتا ده كان أول مرة في العالم يتعامل؟ لأول مرة يتعامل، كان في دراسات لكن لم تنشر، كان لأول مرة يتعامل. فجمعنا 3 أنواع الهشاب والكاكاموت والطلح اللي بيسموها مجموعة الأكيشيا كومبلكس جروب أوف جم، من مناطق الطينية، منطقة كادوغلي والدمازين زائد اللاتريتيك سويل، زائد منطقة كادوغلي زائد المناطق الطينية.
بالنسبة للمواد الفعالة أو على حسب وجود الأنتي أوكسيدنت، وجدنا إنه عينة الطلح من منطقة الدمازين هي الأفضل على الإطلاق. الدمازين، منطقة الدمازين هي الأفضل، فبالتالي موضوع المواصفة بيدخل في ورطة. كتبت عنها في ملاحظاتي في آخر مواصفة تم عملها، فمطلوب الكثير إن شاء الله بهذا المجال. بالنسبة فيما يخص الجانب العلاجي للأصماغ، مثلا السكري والضغط والسمنة بالذات اللي هي ودي لها علاقة بكوفيد، الدراسات الموجودة إنه 10 جرامات من الصمغ، من صمغ الخشاب مثلا، اللي هي بتخفض لنا أو بتساعد في بتحسن في السكر وبتحسن في الضغط وبتحسن في كل شيء، دي تعتمد على، هنتكلم عنها أنا إن شاء الله مجملا بعد شوية، دي بتعتمد على خصائصها الفيزيوكيميائية بالذات في المعادن. مثلا عندنا عنصر السيلينيوم زائد الزنك، ودي لها علاقة في علاج كوفيد حاليا، لأنها تعمل على رفع المناعة، بالإضافة إلى الخاصية البريبايوتيك اللي هي الـ لما نحصل فيرمنتيشن للصمغ العربي في الإمعاء أو في القولون. في الإمعاء لن يحدث لي شيء، إنما يحدث تخمر في القولون، فبينتج أهم ثلاثة شورت فاتي أسيد، فبالتالي بيزيد لنا نسبة البكتيريا النافعة، حنتحدث عنها لاحقا بتحديد نهائي مفصل، فبترفع المناعة وبطريقة مباشرة بيساعد لنا في جميع أنواع الأمراض مثل الرينال فيليا، السكري، الضغط، زي بقية الأمراض. بالنسبة للجانب بتاع الكانسر، لحد اللحظة الدراسة الموجودة عندنا إنه صمغ الطلح هو كان الأفضل في علاج في القولون، سرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي، بالإضافة للحساسية الحادة الناجمة عن الكارجينال. هذا مجملا يا دكتور، ما في المقاطعة، كلامك ده كله علمي وأوراق علمية، ما في كلام، كله منشور. تمام، ممتاز. كله منشور. أي حاجة تقول بعمل الصمغ ده، ما أي شيء أنا بقوله منشور. طبعا انت مره في مؤتمر لندن خليت النسوان كلهم قالوا الزول ده ليه وقفتوه، قلت لهم الجمال والرشاقه ومش عارف شنو، نتكلم عن ده برضه بعد شويه. نعم، الجانب الثاني اللي هو في محور المناعه، للاجابه على السؤال المهم لماذا تضعف مناعه الناس من وجهه النظر البيولوجيه، ربنا سبحانه وتعالى في سورة ياسين بيقول أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الآية 80 من سورة ياسين اللي هي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، أي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار، ناراً أي الطاقة الضوئية من الشمس التي تتحول إلى طاقة كامنة يخزنها النبات في الروابط الكيميائية، أي الطاقة الغذائية. أنتم منه توقدون أي من ورق الشجر الأخضر نأخذ الورق الوقود أي الغذاء لأجسامنا نيوتريشن. النار هي الطاقة كإنيرجي مثلاً، الوقود هو الغذاء أو نيوتريشن. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. سجود الشجر هو من خلال التركيب الضوئي والعمل على إعطاء البروتينات والسكريات والأكسجين والأملاح. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. هذه الآية 6 من سورة الرحمن نجد أن سجود النجم أي الزرع والشجر يكون بالتركيب الضوئي الفوتوسينثيسيس، وبالتالي هذه الآيات مهم جدا ذكرها لوجود، لأن الصمغ في حد ذاته هو سكندري ميتابولايز، هو منتج ثاني من الأشجار، فبالتالي أنا بحاول أربط معلومات مع بعض. إن عملية التركيب الضوئي هي إحدى العمليات التي تحدث في الأجزاء الخضراء من الشجر والزرع، وهي عبارة عن تفاعلات
تؤدي إلى قيام خلايا الورقة النباتية بتحويل الطاقة الضوئية من الشمس إلى طاقة كامنة يخزنها النبات في الرابطة الكيميائية. فبالتالي في وجود الظلام نجد إنه الكربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون زائد ما في وجود الشمس بدينا نشويات زائد أكسجين. طيب عندما يتناول الإنسان هذه النشويات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في صورة بروتينز أو دهون عن بطريقة غير مباشرة عندما يتناولها حيوان، تتحول بعد عمليات الهضم والبناء تتحول إلى 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 بعد ما يتم الهضم بيكون في باي برودكت بيطلع، هو عبارة عن تسمى بالجذور الحرة الفري راديكالز، بتكون very aggressive. الفري راديكالز بلغة اليوم تشبه البلطجية في المظاهرة السلمية. لما مثلا يكون في مظاهرة سلمية فيها بلطجية أكثر من 70%، فبالتالي يعسف في الأرض فسادا. هذا ما يحدث، بيكون في كمية من الفري راديكالز بتدمر الخلايا. المشكلة الكبرى بوجود التلوث إنه الأكسجين الذي نتنفسه فيه حكمة عجيبة. بوضعه الحالي هناك عندنا فري راديكالز عبارة عن ذرة في أكسجين فيها إلكترون واحد، هذا الإلكترون بيكون غير مستقر، فعشان يستقر لازم بيحتاج إنه يكون ستيبل، بيحتاج إلى أنتي أوكسيدنت أو مادة فعالة على سنه تحمي جسمنا ما يحصل له دمج. طيب إذا كان هذا الجزيء الواحد هو فري راديكالز يحمي الإلكترون واحد، عندنا في الأكسجين باي راديكال، الأكسجين أخطر، لكن قدرة الله جعلته أنه يكون خامل لنستطيع أن نتنفسه، لكن سرعان ما يتحول يتم تنشيطه مثلا بوجود الحديد أو النحاس أو الموليبدينم دي في خلايا جسمنا بتحمل اللي هو جانب بتشبه الفريديكالز لأنه إلكترونها واحد، فبالتالي بيحصل دمج، يحصل إكسايتيشن لهذا الأكسجين يتحول لنا إلى سيوبر أوكسايد وصيغة أخرى اللي هي سينجلت هي صعبة جدا لكن يعني not important، ما مهمة من ناحية الفسيولوجية للإنسان، لكن السيوبر أوكسايد صعب جدا بيتحول لنا بنشط لنا الأكسجين وبيدينا حاجة اسمها الرياكتيف أكسجين سبيشيز. هنتكلم عن المناعة عشان نحدد المشكلة وبعد شوية نبحث عن الحل. فهذه مشكلتنا الآن مع كوفيد، مشكلة المناعة مع تقدم العمر بالضبط، هذا هو اللي بحصل، وبالتالي بنحاول نوضح للناس بالمختصر المفيد. طيب الأكسجين يتنشط، بيجي نشط ببقى very aggressive، بيبقى قاتل، بيتحول لنا لسيوبروكسايد، السيوبروكسايد بيتحول إلى بيروكسايد، البيروكسايد في وجود 2 إلكترون بتحول لنا لفوق أكسيد الهيدروجين، في وجود نحاس زائد حديد بتحول لهيدروكسي راديكال، أصعب مشكلة أنه يكون في هيدروكسي راديكال، بيدمر كل شيء اللي هو إكستريملي أكت. هذا ما يحدث في 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 جسم الإنسان. فبالتالي نبحث عن أنتي أوكسيدان أو بايو أكتيف كومباوند إنه يحمي جسم الإنسان من هذه الأشياء. فبالتالي بيبدأ عنصر المناعة هو المهم. المناعة بتعمل مثل عمل دائرة الهجرة، اللي هي أي زول داخل لازم يكون يعرف جوازه جاي من وين وماشي وين وبيعمل شنو، ده شغل المناعة بكل اختصار. طيب ما أنا أقاطعك بخليك تواصل، بس في سؤال في متعلق بالمناعة وكوفيد ده اللي تذكرته اللي هو الفيروس ده، الساعة والكلام ده حصل قريب، الفيروس ده جار في شهر 12، انتوا في اي ريزال عملتوها في ماليزيا تقول لنا والله حصل في اي قصه عندكم في طبقتوا استخدمتوا؟ نعم، كتبنا 4 بروبوزل، من ضمنها استلمت منظمه الصحه العالميه نسخه منه، لكن في تجربه اتعملت في 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 دوله الامارات، ارسلوا لي البارحه 10 كوستشينير ك ك ك ك سوبر اناي ك كدراسه مبدئيه او ككوستشينير، فكانت النتائج ممتازة جدا. كل الناس اللي استخدموا فورميولا اللي هي بين هشاب وطلح زائد بونجليس، كانت النتائج ممتازة جدا. ولا دوم الوصفة دي انت ولا منو اللي اداليهم؟ عملتها انا الوصفة بالتعاون مع نفس الشركة اللي عملت اللي هي تبنت الموضوع،
وسجلت حتى نعم في الامارات والداتا موجوده، وان شاء الله في خلال شهرين او شهر بالكثير حتنشر باذن الله تعالى. هذا اللي كويسين الناس اللي يشربوا الصمغ ده والهشاب والجونجوليز ما حقنا بيبقوا كويسين يتعالجوا؟ يتعالجوا من الاسبوع الاول. يتعالجوا من الاسبوع الاول. المعلومه المهمه انه ده ستيتمنت لازم نعرفه، ما في علاج لكوفيد، ما في غذاء ممكن يكون علاج، لكن الغذاء يرفع يعمل بوستنج قبل الاميون سيستم. دي المعلومه المهمه جدا. ممكن يكون في كليم عليها، لكن لحد اللحظه كل الناس اللي استخدموا، العشرة اشخاص اللي وصلتني الكوستشنير بتاعتهم اللي استخدموا العلاج كلهم يتعافوا من الاسبوع الاول. طيب ده كلام ممتاز جدا، ده في الامارات الكلام. لكن في الامارات فورميولا، ليست الهشاب وحده ولا الطلح وحده. نحن بنحتاج لمركب، بنحتاج لمركب عضوي سهل الهضم، جنرال ريكوجنايز اس سيف، يحتوي على فيتامين دي، يحتوي على خاصية البريبايوتيك، يحتوي على سيلينيوم، يحتوي على نحاس. بالإضافة للفيتامين، فيتامين A و B و C و D و B1 B2 B3 B4 B5 B16 B9 B18. هذه الفورميولا. كويس. طيب خلينا كده دقيقه دكتور، ده دخل دكتور اسامه ده. اول حاجه انا نبه في المنصه في بتاعتنا يا اسامه، عندك فيديو قديم مخطوط دكتور اسامه بيشرح فيه باستفاضه انه الصمغ داخل في الشوكولاته وداخل في شنو، داخل في شنو، داخل في الكلام ده كله. فيا دكتور اسامه انت الفيديو ده احنا هنعرضه قاعد موجود، يعني لو قريبا مشى 2005 كان اسامه اللي يتكلم دكتور اسامه، وري انه الصمغ داخل في اي حاجه في اوروبا، في الشوكولاته، في المعلبات، غيره وغيره. طيب بالاضافه لكلام دكتور احمد ده يا اسامه، قبل ما نسالك على خبرتك في التصنيع والتصدير والكلام ده، في حاجه دار تضيفها؟ اول حاجه عايز تضيف اي حاجه على الموضوع ده دكتور احمد، في انه الصمغ ده بيعمل شيء، بيعمل شنو؟ كويس. في البدء في ذكر شهداء ثوره سبتمبر، برضو منها نترحم على شهداء نطحوا بدماءهم وأرواحهم الغالية في سبيل بناء سودان الجديد، سودان اللي بنحلم به. أضيف لدكتور أحمد في جوين بين يونيفرسيتي أوف نيلين والخرطوم، طرحوا دراسة بدأت حسي في جون عن الكوفيد 19 اللي هي potential role of gamma-ribic as immunoglutarin agent among COVID-19 patients. فدي بدأت حسي هم متوقعين سبتمبر تنتهي الدراسة، أبتكر مدخلين فيها دي جامعة جرمان الإسلامية قلت ولا جامعة النيلين، سوري جامعة النيلين دعا الخرطوم، أبتكر فيها دكتور مصطفى النميري ودكتور معاوية مختار. دي دراسة بدأت في شهر 6 ومتوقعين أنها تكتمل الدراسات في شهر سبتمبر. استخدام الصمغ العربي برضو إضافة لجهود دكتور أحمد ديم، دي برضو potential work it might help to see if the gum can help with boost immunity. طيب يا اسامه معلش، لانه انت طبعا مش مشيت على الكثير اللي بيجيني والاسئله اللي جاتني اساسا من الاول. كلامك كويس، بس انا بقدر الخص الجزئيه دي. احمد ده خبير في الكيمياء وانت برضه دكتور في الصمغ ده متخصص قديم، وانتوا الاثنين بتاكدوا والناس كلها تقريبا لسه انا ممكن اكون مقتنعين انه الصمغ ده بيحل مشاكل صحيه كثيره جدا. وهسه انتوا ما شاء الله وذكرت هذا النيلين والخرطوم واحمد ذكر، متوقع انه ذاته وقال احمد قال لك في الامارات عالج الناس من الكوفيد ذاته عالج، تمام؟ الناس دي مجتهده جدا ودايرين دايرين حتى الناس المهم يشوفوه، ونحن نمبر 1 في العالم في الحاجه اللي بتحل المشاكل دي كلها. انت اكثر زول تقريبا السوداني انا بعرفه او سمعنا به او غيره من زمان، يعني انت دخلت في الصمغ ده في الصدر والصنع وباع. فانا خليت الناس وابدالك بالسؤال جايك من ياسر، قال لك مشكلة الصمغ وغيرها من المنتجات غير اللي هسه هي مشاكل تجهيز المنتج حسب القواعد العالمية، متفق تماما لا تقول انترناشونال. ونمرة 2 قال لك التسويق، ده برضه كلام متفقين معاه وماشيين. أنا داري يلا اديك يلا جايب لنا عليه خبرتك فيما يتعلق بتصدير وتنتيج وتسقيط الصمغ ده بحيث انه يتوافق مع الستاندر العالمية
انه يتباع ويبقى لنا الدولار ده. اكيد كده خبرتك كلنا ماشيين على وجهك خبرتك لحد هو في مناسبة في مشاكل كثيرة في مجال الصمغ. هو نحن قبل ما تجمد إنتاجه حتى وجود الإنتاج ذاته فيه مشاكل. عندنا مشاكل بتبدأ من مشاكل الإنتاج. عندنا في ناقص خطر حسي كبير إنه معظم اللي بيعملوا في مجال إنتاج الصمغ العربي هم الكبار في السن، وهجروا كثير من الشباب، هجروا طاقة الصمغ العربي لأنه الدخل غير مجزي، ما في خدمات من مياه وصحة وتعليم وأشياء كثيرة. فالمهنة أصبحت غير محفزة للشباب في الإنتاج. فدي واحدة من الأشياء المفروض برضو نرجع على الضوء على استمرارية تميزنا بإنتاج الصب، لأن في كثير من الدول الإفريقية حوالينا بدأت تنتج. إحنا بننتج سنوي، آخر إحصائية 105,000 طن. الITC International Trade Center 2019 published exported volumes. Sudan مثل about 70% من الكمية المصدرة. بتليها تشاد 15%، بتليها مالي 8%، بتليها السنغال 4%، ثم نيجيريا وباقي الدول الإفريقية الثانية. طبعا معظم الصمغ كله بينتج في إفريقيا، ما في صمغ بينتج خارج إفريقيا فيما يسمى منطقة حزام الصمغ العربي بين 10 و 15، بيغطي كل مناطق النيل الأزرق والنيل الأبيض وجدار كردفان ودارفور لحد السنغال. الخطورة وين؟ إنه مالي والسنغال كانوا بيصدروا بضع مئات من الأطنان، والآن بيقيطوا thousands of tons. معناه ونحن is not enough إنه نقول إحنا the highest, the biggest exporter of gum. الدول الثانية شغالة بتنتج وبتزيد في إنتاجها، ونحن لسه ما عندنا استراتيجيات ورؤى تحافظ على منتجنا الحيوي وتحفز، وبالذات عندنا زي ما قلت الشباب هجروا الإنتاج. دي واحدة من المشاكل المفروض الناس تناقشها. يا أسامة يا دكتور، أنا لأن الموضوع دي very critical، وده نخدم به الحكومة دي ونخدم به ويا البلد دي. دي مشكلة بيعاني منها الزراعة عموما. الشمالية بيجت قالوا ما فيها شباب، كله انتخيجوا خلوها. أنت الليلة أنت بتتكلم معايا يا دكتور، والناس اللي ما عارفينك برضو سكروا، أنت قلت لي الصمغ ده أنا طقيته بيد دي، يعني أنت عشت ونيت وزيت. هي شغلة ما أظنها تراك للشباب، ده حسب ما أنا فهمته. واحد. نمرة اثنين، الليلة دي مع عصر التكنولوجي والموبايل والسمارت فون والنولج والكلام ده، هل انت أسامة طقيت الصمغ ده بيدك بتفتكر انه ممكن الشباب يمشوا في مناطق في النيل الابيض وكردفان والامازين وكده وينتجوا البقري وشنو يمشوا الليلة دي؟ هذه البلد تقول فيها سلام وامان. في رايك انت وخبرتك انت، هل ممكن يقري الشباب يمشوا يشتغلوا يطقوا الصمغ ده شنو يا أسامة؟ يا أول حاجة الدخل ما مجزي للمنتج، يعني ما في سياسة اقتصادية كاملة تضمن إنه يكون في دخل مجزي للمنتج، واللي هو أهم فصيل في سلسلة الإنتاج في إنه يستمر. فهو لو في دخل مجزي ليه بهاجر؟ ما حيظل مستمر في إنتاج الصب. بعدين الشيء الآخر، ما في خدمات مو يعني مثلاً example الماء مثلا. هل تعرف انه البحيد الطقاق بتاع الصمغ انه يطق الصمغ هو من اكثر الاشياء اللي بتعيقه هو توفر الماء. يعني هو how far from the village بتاعته يمشي عشان يطق بحد توفر الماء، ما في مويه متوفره. دي ابسط ابجديات الشيء. كان بيتذكر قبل كده كان عندنا مؤتمر في بريطانيا 2002، الأمين السابق للمجلس الصمغ العربي كان بيتكلم في إنهم اشتروا أوبرول للفارمرز تتاب التري. فواحد من أبناء كردفان، أفتكر الدكتور أحمد هاشم لما نظر برد عليه قال له أبتدت نشتكى لك من الشوب، كان ما لاقي موية. ففي مشكلة في ترتيب الأولويات. طيب يا أسامة، جنبك أحمد ده يا دكتور أحمد، أنت ذاتك من كردفان وقريت كردفان وجامعة كردفان وأنت ولد كردفان،
دي المشكلة دينا بدمامي الأول. لحنا كثير بنقول لهم يا جماعة مشاكل الكومبيتيتيفنس عشان تكون أنت بتنافس فتجي مشاكل زي دي وكلام دكتور أسامة ده بالضبط. المفروض الليلة وزير التجارة عندنا وحمدوك والناس كلها اسمها إنه كونه نحن نمبر 1 في العالم ما معناته خلاص القروش ده حندخله بكرة. تمام أنت من كردفان وقريت بتدرس عن كردفان القضية دي حلوة كيف أنت مع ولد المنطقة هناك الكلام اللي قاله ده إنه ما ممكن الزول اللي بيجي طق لك الصمغ ده المويه ما لاقيها. فانت رايك دي في رايك من يحلوها كيف هيك؟ انا بروف رايي كتبته في صحيفه الاخبار اليوم تقريبا بعنوان الطاق والمطقوق الهند الملح الهندي نموذجا يعني مكتوبه وكتبتها وصلت الحكومه كل شيء. أه. كتبت المشاكل والحلول كلها مكتوبه وارسلت لك منها نسخه في الجروب اتذكر. طيب نعم المشكله الكبرى انه وجود الذهب ظهور الذهب خلى مجموعه من الشباب يهجروا لعمليات طق الهشاب. الحاجه الثانيه لذلك الناس اللي لهم خبره في طق الهشاب اعمارهم زادت من 60 عام. ما هو اسامه قال كده. ايوه نعم كلا نعم. فدي المشكله. الحل الوحيد انه لازم الموضوع الصمغ تدخل عمليه التصنيع في 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 شغل الصمغ العربي. دي اهم حاجه. يعني اذا كان احنا مثلا بننتج 105 الف طن او 110 الف طن لابد من على الاقل 30% من من من, من هذه الاصماغ يجب ان تحول الى 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 الى, إلى منتجات تؤكل في او تدخل في الوجبه السودانيه كفود سبليمنت. يعني احنا نطور المنطقه بنعمل مصانع تكون في المناطق نعمل مصانع نحول 30% على الاقل من الناتج هذا الى 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 الى, إلى منتجات محسوسه تخلق لنا فرص للشباب على انهم يجوا عايدين من مناطق الذهب او اي نائب. لكن يا دكتور وانت برضه يا اسامه بتسمح فينا كان في المطور في الخرطوم بس انت كنت معانا يا دكتور احمد. نعم كان في سيشن كامل عن صناعه الذهب وانه الناس اللي بيعرضوا روحهم للموت وكلام زي ده. وفي نعم. اخونا بروفيسور من المركز الخرطوم بحيث ما بتذكر الاسم عصام دكتور عصام. نعم قال عارف ان الميركري ده حيعمل ليهم وحيكتل الناس وغيره. قال لكن هون بيفضلوا انه يمشي يخشوا ميركري وذهب وغيره ويتعرضوا للموت مما يقعدوا يموتوا بالجوع. تمام انا ده اسال سؤال ثاني. هل بتفتكر الليله العائد من الصمغ ممكن تقدر تدي زول شاب عائد اكثر من الذهب يا دكتور؟ تتوقع انت تقدر؟ صعبه الا اذا كان زي كلام الجبيل الا اذا كان حولنا عملنا مصانع صغيره او كبيره مختلفه على سنه نحول الصمغ الى فود سبليمنت او فود انجريديانت. يعني مصنع عندك عديل نعمل مصانع. طيب اذا عملنا مصانع من المتوقع يكون عندنا 400 الف طن بدل 100 الف طن في العام. طيب خلينا نسال كده اسامه دي جنبك يا دكتور اسامه. فرضنا انه عشان احنا نقدر نخلي الناس دي نطور المنطقه كلها ويبقى فيها سلام والناس تقعد وتلقى المويه دي ما دار لك ابار وغيره يعني تعمل تنميه في المنطقه عشان يكون في سلام واستقرار ومدارس. يعني الصينيين لما زمان جاء الجنوب اول حاجه عملوها المدارس والمستشفيات وغيره تمام. المصانع دي يا اسامه يعني طبعا ما حدا بيديني رقم في انت قاعد كده تديني رقم تقول والله بتكلف كده. يعني بنتكلم عن مصانع قبل ما طبعا قاعده تنميه كامله مدارس وغيره بنتكلم عن كم يعني ملايين الدولارات. هو اول حاجه يعني ما احنا يعني احسن وي كان ران بيفور وي ووك يعني اوكي. ف حتى بالامكانات الحاليه دي اول شيء المسؤوليه الاجتماعيه السوشيال ريسبونسبيلتي للمصنعين الان والمصدرين دبل عليهم مسؤوليه في انهم يساهموا برضو في توفير بعض من الخدمات. انا ما عارف صعب لكن المساهمه فيها زي ما قلت ابسط شيء حفر ابار مويه وبناء كده ده برضو بيشجع للاستقرار والخدمات الصحيه بالاضافه لدعم الدوله. المصانع الثانيه حتى لو بدانا بمصانع كبيره حتى لو مصانع الاسبريت وايد كل ما زادت العمله الصعبه المفروض تنعكس ايجابيا على المنتج. لو كانت في سياسه اقتصاديه وفيها توزيع عادل
ممكن تصل في النهايه الى المنتج. المصانع الحاليه وللاسف نحن بنصدر الصمغ لنا مئات السنين، ما حصل اي تطوير حقيقي في تصنيع الصمغ العربي. ما يمكن عملوا استجلبوا ماكينات لطحن الصمغ ولإنتاج ما يسمى حبيبات الصمغ العربي أو الكيبل جام اللي هي هامر ميل، وبعد ذاك الطموح بقى الكبير في إنه نستعمل بذرة ميكانيكية اللي هو جابوا مطاحن أخرى معظمها بيسمى بالبين ميل وطحنت البذرة، وده ما التصنيع الممكن يجيب لنا عائد كبير ذات قيمة إضافية يضيف للبلد. البذرة الرزازية معظم العالم بيستخدم البذرة الرزازية، يعني لو طيب يا أسامة يا دكتور بس معلش أقاطعك، هسه أنت قلت حاجة خلينا ننتهي منها اللي قلتها. الناس البنتي جديل المنتجين يعني ما نقدر نضغط عليهم أكثر، لكن المهم نشجعهم ونخليهم يعملوا مسؤولية بيقوموا بدورهم الاجتماعي المجتمعي ويحفر لنا أبار مدارس كلام زي بالضبط. طيب دي واحدة، وطبعا المسؤولية الاجتماعية ما بطالة، أنا شفت في شركات كثيرة بيهتموا بالحتة دي، وسها أيام الكورونا دي ناس الشركات بتروش وتساعد وتدفع قروش وغيره. طيب الدولة دورها شنو في الحتة دي؟ ما أستقول المسؤولية يقولون البنتج والدولة ساعدونا، الدولة ذاتها ويا حتة في الدولة الشؤون الاجتماعية الإدارة المالية منو المفروض يشيء من المدارس يعمل الآبار؟ الدولة ما عندها دور في الحتة دي تعملها؟ ما عندها دور، وأكيد لو عملت خدمات صحية منو بيجيب الدكاترة، منو بيجيب مع المستشفيات، منو بيجيب المعلمين للمدارس، لها دور كبير ما في اثنين ثلاثة. يعني أنا بقول المصنعين يساهموا، فقصدت بأنه يساهموا، فالدولة لها عيب كبير في أنه دي مهمتها، فالعائد ده بيدخل، وكل ما زاد العائد والقيمة المضافة للدولة مفروض الكونتريبيوشن يكون أكبر لدعم المنتج ليستمر في إنتاجه. وزي ما يتكلم دكتور أحمد، العائد ده ممكن شنو بالبذرة الرزازية ممكن يتضاعف بإضافة المنتجات المحلية مثلا ذات القيمة الغذائية العالية للقنقليز. قنقليز فيه 4 أضعاف البوتاسيوم في الموز، 3 أضعاف فيتامين سي في البرتقال، ونفس قيمة الكالسيوم في اللبن، والصمغ فيه 90% الياف. يا دكتور انا معلش بقاطعك كثير، لكن عشان انا الاسئله كثرت شديد، انا داير معلش انا داير اكون معك فيري براكتيكال. انا قعدت بريطانيا بالسنين وشفت القصه دي براك، انا قريت في الزراعه ذاتي. اكبر مشكله بيعاني منها المزارعين في بريطانيا دي، وزماننا نحن زمان قبل 20 سنه ايام الماجستير 98 لو فوت دخلت بالمزارع بتدوق 10 جنيه زمان الزول في المطاعم بتدوق 2 جنيه تمام؟ بريطانيا المزارعين فيها بيعانوا انه يجيبوا شباب يشتغلوا اليوم، ومشكله الاتحاد الاوروبي كلها معانا انه بقى يجيبوا العماله من اوروبا عشان رخيصه وعشان بيشتغلوا في المزارع، لا داير له لغه لا حاجه بيقول له قطع احسن. وهل انت بتتوقع يا دكتور عمليا عشان ما يكون واحد يشتغل يقول لك دكاتره بيتكلموا كلام دكاتره ساي، بتتوقع في الزمن ده الليله وبلد اوريدي لا فيها حمامات لا فيها مويه لا مدارس والشباب اساسا في بريطانيا ما بيشتغلوا المزارع، بتقدر العمليه تقول ايش الشباب في المزارع بيقعدوا يعملوا الحساب ده تقول صمغ؟ والله لو العايد مش دي باي نوت، يعني انت لو عايز، لكن بالوقت الحالي احنا بندخل حوالي 170 تقريبا 200 مليون دولار ذيز نوثينج، يعني لازم العايد يصل مليارات الدولارات عشان ينعكس عايد يكون مجزي يقدر يساعد في إقامة كل الخدمات. والعائد المجدي ده ما بيتأتى إلا المطور، بدلا نحن واقفين في ستيب 1 منذ أن خلق الخلية يعني في الصمغ وبدأنا نفضل، فلازم يحصل تطور، لازم يحصل مش جس بودرة رزازية، كل المنتجاتنا المحلية ذات القيمة الغذائية نحاول في حاجة اسمها إنكابسوليشن للفليفرز والنكهات والكذا، على اساس انه بالبذره الرزازيه ممكن كلها، يعني مثلا عصير التانك ده ما عنده اي قيمه غذائيه، ده ممكن احنا نعمل عصير زيه بودره الصمغ 90% الياف بالقنقليز بالكركديه بالعنب بالمانجا بالموز، ونصدره لكل انحاء العالم ونجد منه مليارات الدولارات مثلا. يعني لازم يكون في كرياتيفيتي وتفكير اكبر. قبل ما تكون مثل اللي في الرحمه احنا بنصدر الصمغ، في ناس
العالم بيعمل انكابسوليشن للفيتامينز الاويل سوليبل فيتامينز اي ان اي ان بي بيعملها بالقم هذا كريا. فالصمغ ممكن نعمل السبلمنت دي نوفرها. عندي صديق اسمه دكتور ماموكا له قبل يومين شغال بيقول في توفير سرعه الدواء. دي واحده من السبلمنت لو عملناها في السودان مثلا بتوفر لنا كل الفيتامينات تكون في شكل باودر فورم افيلبل وممكن نصديرها لدول الجوار وكل العالم. لكن حاجينا يعني مشكله العماله برضه راجعنا. هاي ما هو كله ما زالت عايزك يا برو طيب. كله ما انت بقيت في بقيت الناس تجيبون لكن طبعا. بالوقت الحالي بالدخل الدخل الحالي ده يعني احنا دخلنا ما فوق ال 200 مليون دولار. ده شيم يعني عندنا برودكت وي ار يونيك برودكت بنتكلم عن الاف الاستخدامات والابلكيشن في الفود والاغذيه خليك عن الادويه او عن طريق يستخدم دواء او كعلاج اكثر من انه ماده اضافيه يعني في بوتنشال كبير شديد بس طيب. كيف ان كيف نتضامن ونقعد كعلماء وكخبراء اقتصاديين ويكون همنا الاول هو الوطن القصة الوطن يعني التي ثم ما تكون الناس تتعنت لمنتجاتها لأسباب مصالح شخصية ولا تعمد الأفكار زي ما كان في زميل اقتصادي في وقت من ندواتك بيتكلم في مسألة فرعنة يعني الناس كلها تقعد مع بعض ويكون هم الأول والأخير هو إضافة قيمة مضافة حقيقية لمنتجنا الحيوي. وشوفنا مشكلة الغذاء بروف على الحياة والحظ كل العالم كل الممارسات الاقتصادية وقفت ما عدا الغذاء كان هو الوحيد البيزنس الشغال وسمح له والسوبر ماركت اللي بتوفر الأغذية. وحتى وجدنا في دول الإقليم زاد الطلب على منتجاتنا الغذائية في أثناء حظر الكوفيد 19. فبوري أن احنا عندنا ربنا حبانا بنعم يعني نحمد الله كثيرا عليها منتجات يعني لكن ما قادرين to maximize the benefit وما قاعدين نفكر في انه كيف نطورها ونعمل استراتيجيات للمستقبل عشان تكون عائدة افضل مما هو عليه الان. طيب انا حاجيك لما على الاستراتيجيات ده والدولة وانه يسمع ويقعد يا دكتور احمد انت كردفان نرجع لك تاني. هل انت هسه كنت في كردفان لانه مشيت خليتنا كنت ماشي لاهلك في كردفان لما مشيت كردفان هل حسيت بانه في تطوير للريف في محاولات جادة من الحكومة اللي هناك الإقليمية ولا أي ذول مسؤول في إنه يطور الريف ده حسيت بحاجات زي دي؟ للأسف لا يا بروف. أيوة هسه بكرة أقول لك على الله يلك جزان نحن ما للأسف للأسف المشكلة مشكلة أكبر حتى أكبر من حجم السودان مثلا إذا كان أريدنا مثلا نعمل منتجات من الصمغ العربي أنا 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 أحترم كلام أخونا دكتور أسامة جدا لكن في مجال البودرة الرزازية أو الإسبريدراي لماذا تستخدم الإسبريدراي؟ الإسبريدراي تستخدم نسبة اللي هم الناس بيبحثوا عن النقاء يعني نسبة النقاء بتاعها وخالية من الكونتامينيشن لذلك تستخدم. نحن محتاجين لتقنية تعمل لنا تحضر لنا الصمغ أو منتج نسبة النقاء بتاعته 99.9 وفي نفس الوقت تحافظ علينا على البايو أكتيف كومباوندز اللي فيه. الدراسة اللي عندي بتقول الآتي إنه أكبر درجة حرارة يتحملها الصمغ هي 45 درجة مئوية لمدة 3 ساعات يتحمل 45 درجة فقط. إذا زادت هذه الدرجة يكون انتهينا من كل البايو أكتيف كومباوندز بما فيه الأنتي أوكسيدنت فلافونويد كل شيء تنتهي تماما. فبالتالي نحتاج إلى تقنية نقلل درجة الحرارة ونقلل الضغط على أساس أنه ممكن نبخر الماء من المستخلص بتاع الصمغ اللي احنا محتاجينه وندخله في الفود سبليمنت. الفود سبليمنت إذا قارنا مثلا منظمة المؤتمر الإسلامي مقارنة بقية دول العالم النامي مثلا في الأطفال نجد أنه معدل التغزم للأطفال يبلغ 33% وهو أعلى نسبة بنسبة 30% من معيار المنظمة الـ WHO. طيب
هذا المعدل أعلى بنسبة 13% مما هو عليه في بقية دول العالم الأخرى مقارنة بنسبة 11% لدول العالم النامي. طيب دي مشكلة الآن إحنا ممكن نستهدفها في لتحقيق هنا تحقيق ال SDG. أي بس طيب. أحمد دكتور دقيقة بس دكتور أحمد دارزلك من حاجة أنا بسمع ليش لأنه لو نحن ما حلينا مشكلة العمالة اللي بتطلع بتدق الصمغ ده تقطع تطقه ده كله ما حيجي فايدة ودارين نعرف الاستثمار ده الندي ما يقدروش. أنا دار أرجع لك يا دكتور أسألك تاني قلت لي للأسف لا يعني ما في محاولات حسيت بها مع إنه صح البلد لسه في ظروف صعبة ما حسيت أنا جماعة ليكو ده جاي من عندكم ما من عندي أنا. طيب ما حسيت يا دكتور في كورتوفان لما انه يساعدوا اهلنا ديل كيف يطوروا ما في اي حاجه بصيص امل في المنطقه دي ما في اي بصيص امل للاسف. لما سالت اهل في البيت قالوا لك ليه اللي هو الـ 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 الناس محتاجه لتمويل مثلا يكون في تمويل في 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 العناية بالخدمات توفير معظم أماكن إنتاج الصمغ العربي تتوفر في أماكن المناطق المنتجة كلها تتوفر لا تتوفر فيها الخدمات الأساسية زي ما قالها أخونا دكتور أسامة المياه والصحة لا تتحدث عن الصحة الصحة موضوع آخر الناس فقط تبحث عن الماء لا يتوفر الكمية اللي بينتجها الشخص من الصمغ يشربها ماء كلها دي المشكلة. طيب في سؤال ممتاز جابته لك هذه سلافة كنت حاسألك الاثنين حاسألكم هذا جابه قال لك انتم خبراء اول ما تبقى خبراء هل قمتم برفع اي توصيات انت يا احمد جميل قلت رفعت توصيات وديت الحكومة صح عملت توصيات لا مصدقينك نحن ما قلت بشراف الجريدة لا مصدقينك نحن عملت توصيات حاولت اوصلها لمجلس الوزراء ايوه اخيرا اضطريت نشرتها في الصحف ليه اضطريت ما اتصل ما في حاجه اتصل الحكومه ما في حاجه اتصل الحكومه المؤتمر بتاعنا ملخص المؤتمر بتاعنا ما اظن لحد الان ما اظن وصل لرئيس الوزراء وارد احنا سلمناه للوزير وما عارف انه مشى وين ما اظن وصل ما في حاجه اتصل دقيقة عشان يا جماعة ما جايبين الناس ديل وده في ماليزيا وده في بريستول وين نحن بس والوقت ده نحن دارين يكون في فايدة يا جماعة يا ريت اللي بيشاهدوا فينا ديل لو في زول من الحكومة ولا من أي حتة بتسمح في كلامنا ده كويس لو ما بيسمع يا ريت الفيديو ده لما بكره يخلصوا يشيلوه يرسلوا لهم بالواتساب يعني دي قصة كبيرة جدا إنه الحكومة زول بيمشي بالله ورقه وزول ما عنده أي علاقة بشيء ذاته سياسي داري يوريهم إنه كان بيه ضم ما يصل كيف يعني مجلس الوزراء والكلام ده كله ما يذكره يقول لك لا نمرة اثنين بعد ما نشرت الصحف مجلس الوزراء قال الكلام ده سمعه ولا ما سمعه حسب معلومات ما جاني اي رد ما في اي رد مجلس طيب. الصمغ العربي متحمس في شكل افراد لكن ما في اي رد قد يكون في الخطه الجديده هم ما زالوا بيضعوا في السياسات الجديده وفي قانونه الجديد ربما يصلنا رد منهم ونحن جاهزين لخدمتهم في اي شيء كل ابحاثنا امامهم ما بتقصر طيب يلا ابدليت ونمشي لاسامه مجلس الصمغ العربي ده شغال كيف وبيعمل في شنو وبعدين نمشي لاسامه قول له يا احمد ها سريع بالنسبه لمجلس الصمغ العربي ما عندي عنه فكره والله يا بروف خلاص اسامه والله برضه نفس الشيء انا قلت لك كنت ديسابوينتد بالمجلس الصمغ العربي القديم يعني ما كان عنده اي برايورتايزنج للمشاكل وما قدم اي شيء للمجلس القديم اتوسل بخير في المجلس الجديد دكتور طارق شيخ واحد من الناس اللي كتبوا كثير من الببليكيشن اباوت اقتصاديات الصمغ العربي قابلته انا في مؤتمر ريكسام وكان معنا دكتور احمد فمن الناس اللي عنده باع طويل في كيفيه تسويق الصمغ او اقتصادياته وعلاقته هو من خريجين برضه جامعه كرونا او من الناس اللي عملوا في جامعه كرونا بس اسمح لي قبل ما ابدا الحته دي انا شويه بختلف مع دكتور احمد صديقي انه البذره الرذاذيه كل الدراسات في الانتي اوكسيدان والبريبايوتيك بدت في السبريد راي واتعملت برا
وما في دراسة side by side للسيدرايت وللبودرة الميكانيكية وللصمغ بتفشل. فعلينا لو مشينا في الاتجاه ده هنفقد البودرة يعني نحن لو بنسعى في انه نعمل مصانع بتاع سبريد رايت باودر. سبريد رايت باودر دي ما بس للصمغ لوحده، حتى يدخل كل المنتجات السبليمنت حتى للبن، نفس المصنع بيعمل سبريد رايت للبن. فنحن ما عايزين ناخد عوائق للبودرة دي، لأنه بتاع طريق لقيادة القيمة المضافة بصورة كبيرة شديدة. بعدين كل العالم بيعرف السبريد رايت باودر، ما في ذلك بيعرف حاجة اسمها ميكانيكال باودر، ما في ذلك بيعرف روغر. فنحن ما ممكن زول يقول عايز روز يقول لك عدس. فانت العالم كله بيستخدم البودرة الرذاذية. فانا ما ممكن، انا مع دكتور احمد لو في منتج تاني وفي نا ما في اثنين ثلاثة ندعم ونقيف معاه، لكن كمان ما نقيف عايق كله يمشي مع بعض. يعني حاسة البودرة مثلا الميكانيكية بتجيب لسه 1% انكم لعائد الخزينة. البودرة الرذاذية دي بيصدر كل صمغنا 80% بيعاد تصنيعه في أوروبا، هذا بودرة رذاذية. والمصانع في أوروبا وفي أمريكا بتعيد ري اكسبورتد وبيكسبوا أضعاف أضعافه. فنحن أولى بالمارجن بتاع الفائدة دي أولى بها. ده السؤال ده نزلك ليه أسامة؟ أنا كنت قاعد تشتغل وبيصدر وانت ماسك شركة مرور في بريطانيا. لو قلت لك كونه نحن بعد نجيبه بريطانيا وتعالى حيمشوا غيرنا في هولندا وغيره يعملوا تصنيع ويدخلوا الشوكولاته وغيره، انت كزول ما شاء الله خبير وقاري وبراكتس وكله عامله، المارجن ده قدر كيف كده؟ قول لنا يعني بعد زي كم؟ 50% 60%؟ المارجن ممكن احصل من ضعفين لاربع اضعاف الرو ماتيريال برايس. وبعدين في كدولارات كده احنا بنخسر كم ساعه بس في مارجن بتاع التصنيع ده كم يعني؟ يعني ممكن ان احنا بدل نصدر طلحه ب 900 دولار ممكن نصدرها ب 3000، ممكن تصير 3000 4000 دولار. فرق كبير ده، فرق كبير شديد. فده مارجن اوريدي ان اور هان. انا مع دكتور احمد لو في اي تقنيه ممكن تضيف للصمغ، انا هنا معاه اللي ما في اثنين ثلاثه نزع عليها وننميها ونحصل. لكن في نفس الوقت ما نتخلى عن اوريدي عندنا برودكت ممكن ينتج لنا. بعدين زي ما قلت التقنيه البودره الرذاذيه ما بس الصمغ، يعني احنا ممكن ننتج مشروبات باودر، ممكن ننتج البان، ممكن ننتج سبلمنتس، ممكن ننتج الوان طبيعيه، نكهات، دي كلها ممكن نستفيد منها. ف أسامة كده جايب لي على ياسر ده قال لك ما بدوك التغنية دي يا أسامة، وانت عارف كده جايب لي عليه التغنية دي يا ياسر النعيم already. أنا بنفسي قدمتها على طبق لبال عند الشركة، عند التجربتين في المدرة الرمادية في السودان من هذا الجدال، وعملت الكوميشن كل الهشاب والسيار. وبالمناسبة البودرة الرذاذية بالنسبة للسيال، نحن بنصدر 60% زي ما قال دكتور أحمد سيال. السيال ما بيستخدم أديتيف، السيال بيضاف في الماء وبتعمل له معايرات تصنيعية عشان تديفلوب الكلر، وده ما بيتأتى إلا بتذويب الصمغ في الماء، وبحصل له بستر عشان تضمن إنه ما يحصل أي contamination، لأنه لو ما أنت عندك step في البروسيس to ensure that ما في اي باثوجينيك بكتيريا ما حيكون يخش في دواء ولا يخش بيخلق مشاكل كثيره. فالبودره الرذاذيه بتضمن لك انك انت بتشيل الجوايب موست 100% وبتضمن باسترايزيشن للليكويد. بعدين حتى السبريد دراي خليها دكتور احمد، السبريد دراي بلان تو سيكشن في الفيد بريبريشن والدراي. يعني احنا ممكن بالفيد بريبريشن اللي هو بيحضر المحلول وبينظفه بشيل منه الشوائب وبسترته، ده ممكن للحد بس ممكن نضيف عليه كل منتجاتنا بعد القيمه الغذائيه العاليه زي ما قلنا جونجليز وكله، وممكن نبيعه على عصائر تتباع سايل منها. يعني في فوائد كثيره لكن التقنيه موجوده
ونحن موجوده هسه في واحد دخل قال لك موجوده انا دارس التقنيه موجوده ومتوفره انا لي 30 صوتك قطع يا سعد موضوع التقنيه يا بروف انا لي 25 سنه شغال في موضوع السبريد راين في 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 بريطانيا فالتقنيه دي ما فيها مشكله يعني متوفره ونحن حاضرين هذه بعدين في البيبر ببلش في السودان انترناشونال جورنال اوف سودان ريسيرش فور سودان ريسيرش في في السودان نوليدج لايبراري فيها بالتفصيل فلو شارت هاو تو بروديوس الجم بالسبريد رايت بالهيدروليزاتيه اي دول يمشي ويشوف البيبر دي ويشوف الفلو شارت بالتفصيل جرز السؤال يا اسامه عشان يا احمد انت برضه هتجاوب لي نفس السؤال الليله هسه اقول يا اسامه مشينا لبنك ولا مستثمرين جبناهم في لندن قلنا لهم تعالوا ساعدوا الحكومه دي او ساعدونا قالوا شنو قلنا لهم الصمغ عربي احنا نمره واحد في العالم والصمغ ده داخل في اي حاجه وحتى الكوفيد ده هيحله ناس مستثمرين تمام جبناهم في الفندق قعدناهم وجيت احمد ده وجبيره لو سالوك طبعا ده بتاع الاستثمار بيسالوك سؤال بسيط بيقول لك صمغ السودان ده كان انا جيت استثمرت معاكم وعملت الحمامات وعملت المويه وقومت المدارس ده كله عملت بتتوقع وكده رسمي كده يا اسامه طبعا ده ما كلام تقوله في بسرعه كده كم مليون البوتنشال بتاعه السودان ممكن يطلع من الصمغ العربي ده كم مليون كم بليون كم طفل كده يعني يا اخي ممكن يصل مليارات قلت لك يعني انت حاسس 200 مليون دي ممكن تبقى قريبه ال 1 مليار بعد شويه دولار دولار هاي مليون دولار تنفض كردفان دي كلها تبقيها زي دبي كده هاي ماله ممكن قلت لك زي ما كنا بنتكلم بانه اضافات السبلمنتس حتى في 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 مجال الادويه زي ابحاث دكتور احمد بتمشي في المجال ده وده المجال الممكن يضيف برضه قيمه اقتصاديه عليا شديد للصم في مجال الفشل الكلوي يا اخي مثل بسيط واحده دراسه نشرت في السودان قال التناول الصمغ بدل تغسل 3 مرات ممكن تغسل مرتين تم توفير برضو سير التكلفة وفرت يعني بيعمل الليفيشن لأثر أعراض الفشل الكلوي فهو في النهاية لو الإرادة فيه والناس قعدت مع بعض ودعت الخلافات ممكن أن احنا نخلق منه ده عايد مجزي خالص يرفض خزنتنا بمليارات الدولارات بس تمام كيف نقعد دي ما هي قاعده دي ذاتها بقت المشكله هسه يا احمد دكتور احمد الرقم بتاع المليارات اللي قاله اسامه دي بتوافق عليك زول الخبير في الصمغ العربي ده اوافق على ضعفها اذا تحققت الاراده يعني لو عملنا المدارس وطورنا الريف ودي لهنا ذاتهم يعني ما ناس احنا اوافق على ضعفها دي ناسنا يعني اطور المفروض اطوروا مني حتى لو ما عندهم صمغ مشكله السلام برضه يا بروف مهمه جدا كل الحركات المسلحه حركات الكفاح المسلح تتمركز في حزام الصمغ العربي الكميه الفاقد زائد المهرب لدول الجنوب ودول الجوار اكبر من الكميه اللي بنستهدف اللي بياخذها السودان عشان يصدرها طيب يا احمد عليك الله قبل ما نقرا المقطع حاشكرك في الاخر وجه لي رساله للحركات دي ووريهم الليله دي يا جماعه كلهم خدتوا اي بندقيه وتعالوا لانه والله مصلحتكم ومصلحه اهلكم ومصلحه السودان في الصمغ ده كانت دي ولي رساله قويه جدا انه كلهم الليله يقولوا خلاص حنجي للاسف يا بروف انا اكون واضحين احنا اكاديميين للاسف ما حيقبلوا لانه الدول اللي بتمولهم تعتمد على الصمغ ياخذوا صمغ يبدل بسلاح للاسف يعني الكلام انا متاكد منه انت احمد للاسف كويس طيب برضه كده انا يعني كده اديهم لنا رساله كده انت زول محايد كومبليتلي ودار خدمتها لنا دي اديهم رساله كده يعني تشفقهم علينا انه ما انت قلت دي واحده من المشاكل كده اديهم نعم. رساله يا احمد انه يا اخي اعمل شنو حركات الرساله نتوسل لهم هم والحكومه الحاليه على سنه تتم عمليه السلام من اجل السودان ممتاز طيب يا احمد دارس لك من حاجه كويس يا احمد اجابتك كويس طيب يعني اصل لو الموضوع ده معقد جدا دارس لك سؤال ثاني يا احمد الليله دي في ناس بيقول لك وده كلام وكنا في الامم المتحده وحصل يعني الشراكه ما بين القطاع الخاص والعام تمام
هل ممكن تكون حل لتمويل المشاريع الكبيره دي احمد؟ يعني اللي هي البابليك برايفت بارتنرشيب دي، شراكه ما بين القطاع، الشراكات ما بين القطاع الخاص والعام، هل ممكن تكون الحل لمشكله التمويل يا احمد؟ هي الحل الوحيد اذا توفرت الثقه بين الطرفين. والثقه دي حاليا ما في. الثقه السودان كلها مفقوده بسبب الديون الخارجيه. نحن الان المشكله انه بيقولوا السودان بتحصل على اي تمويل لانه عليه الموضوع الحظر. المشكله ما في الحظر، المشكله في ديوننا نحن ما سددنا. اذا كان متدين من اي شخص ما سددت له القديم ما بيديك جديد، مشكلتنا في الديون دي المشكله. طيب وطبعا دي ما حزرك انا لانه ده ما مجالك، وكمان تكون ما حرام نسالك السؤال. طيب ده موضوع ناس ثاني. طيب ده سؤال يا احمد ونمشي لوكاما. هسه ده وضعنا، ما حنقدر بكلامكم ده، ما دار ادي اشاره سالبه للناس اللي بيشاهدوا فينا. والله الموضوع ده منتهي ما في حل فيه. هل في اي حاجه ممكن اسامه قال لك نشيله ونمشي ما بعرف نطلعه برا نعمل له بروسيس ثاني؟ لكن لسه مشكلتنا ما يفهموا منكم الاثنين والشعب السوداني ده يفهموا وزاته الزول اللي طقوا عشان يمرقوا زاته كان نصنع ولا ما صنعوا ما لاقي الناس، صح؟ يعني مشكلتنا الاساسيه هسه عشان هو زاته الصمغ ده كبه في قفه سايمه يعني ما لاقي طريقه. في مشكله الان، في مشكله برو الان، في مشكله، لكن ممكن يتم حلها اذا كان الحكومه والقطاع الخاص مثلا حصلت في سمارت بارتنرشيب وحصل تمويل للقطاعات بتاعت الانتاج مثلا للمزارعين، حصل تمويل اذا حصل حفر ابار ارتوازيه او ابار جوفيه في مناطق الانتاج ووفرت الخدمات، ممكن الحل الوحيد للناس هو الحزام، لانه مربوط بحاجه ثانيه مهمه جدا اللي هي الكاش كروبس حقتنا اللي هي مثلا زي الدخن والذره والفول السوداني وحب البطيخ كلها موجوده في منطقه الحزام. طيب فوفر لنا سيستم، وفر لنا منظومه بتاع الاجرو سيلفو باسترال سيستم اللي هو نظام زراعي رعوي، زائد الجانب البيئي برضو كبير جدا. في مشكله كبيره جدا يا ابو، بعض الدراسات بتقول في عام 2060 ممكن يختفي الحزام تماما من الوجود، حزام الصمغ العربي، فبالتالي بتصغر اهميه الكاكاموت والطلح في المناطق الطينيه. في مشكله الان السودان في كماشه، مشكله السد مروي وسد النهضه. سد مروي وسد النهضه بيرفع الرطوبه في السودان النيلي، فالمشكله بتحدث وين؟ بتحدث في انه الفاصل المداري يظل يتسكع شمال الخرطوم في شهر 10. احنا في شهر 10 محتاجين يكون لنا جنوب كوستي على الاساس انه يكون في كميه من المحاصيل ذات المحاصيل الغذائيه المهمه في منطقه الحزام تكون جاهزه للحصاد. ظهرت مشكله الان في السودان من العام الفات، حيكون في تلف في المحاصيل الاخرى زي الفول السوداني وحب البطيخ والذره. الفول ممكن يصاب بعض في مشاكل كبيره جدا محتاجه الناس انه تهاندلت. في اشكاليه ثانيه في جامعه الينوي بيتوقع انه منطقه جنوب الصحراء بما فيها السودان في خلال الخمس سنوات الجايه ممكن يكون فيها جفاف يستمر الى 7 سنوات، نسبه الفاقد من الثروه الحيوانيه والبشريه قد تقدر ب1,500,000. دي كلها حكومتنا الناس تتناطح على المناصب ما جايبين خبر ولا ما اعرف الحاصل شنو. نتمنى انهم يكون في ممتاز. خلينا نتكلم على الحكومة دي، ما هو انتوا ناس اديتونا وقت. انت يا دكتور جبيل قلت عندك توصيات كاملة وكلامك علمي كله كتبته ورفعتها في التلفزيون في القناة جبيل، وقلت وديت ما لقيت طريقة توديها مجلس الوزراء، تمام؟ وقلت بعد ذاك نشرتها، ما مشكلة، نحن قد الناس ما قاعد تشاهد فينا هسه. داير اسألك سؤال كمان، هذا ياسر تشكرك قال لك انت زول رجل واقعي جدا وواضح، فشكرا لك. اسامه ده ذات واقعي وواضح، اسامه كمان واقعي اكثر لانه بتصدره من هناك يعني. يا احمد انا يا احمد في انت زول قالوا هذا زول شكر قال لك انت واقعي وعملي. طيب يا احمد انا ما اقول لك اقري لي الورقه الشائله دي كلها اللي شفتها في الجرايد، لكن هسه الليله لو الرئيس الوزراء الدكتور حمدوك بيسمح فيك الساعه، نعم ساعد كده دي نحن بنقول للطالب المتميز بنقول له في الكوريدور ده لو لقيت السي او بتاع الكمباني تديه اقل من دقيقتين كده قول لنا 1 2 3 توصياتك للحكومه سريع. انا عارف الكلام ده معقد لكن اديني بس 1 2 3 4. توصياتي للحكومه في كلمه واحده، تتم عمليه السلام في اسرع وقت ممكن. طيب طيب اذا تمت عمليه السلام كل المزارعين كل الجنانه حيكونوا في حيستوطنوا في منطقه الحزام.
مع الحكومة الحكومة ممكن تعمل توفر لهم الخدمات الأساسية في 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 مناطق الطب، مناطق الحزام، الصمغ العربي كلها، وترفع سعر الصادر أو ترفع سعر السعر الأساسي للقنطار. يعني هسه من غير سلام موضوع الصمغ ده نساوي يا أحمد؟ مشكلة. ما يعني أنت واقع قالوا ما في مشكلة، مشكلة كبيرة، لأنه السلعة الأساسية لمعظم الحركات الكفاح المسلح انه الاسلحه والدعم اللوجستي كله بياتي عن طريق الاصمغ، عن طريق الصمغ. هيا انت متاكد على الكلام ده يا اسامه؟ والله يا انا طبعا بعيد عن موضوع الحدث. دكتور احمد طبعا هو وكان قريب من مناطق الحدث. الكلام ده ما بيتقال، الكلام ده ما بيتقال، لكن ما في حل. بروف عصرني يعني، ما في طريقه، ما بيتقال الكلام. والله يا دي الحقيقه، دي الحقيقه يا دكتور. انت يقعدوا لك الناس انا العالم ما انت يقول خلاص البلد دي وده وصل العالم ده يعمل شنو يوري الناس. طيب يا درزه كل سؤال ده كلام لازم يجاوبوا علينا السياسه، وانا ان شاء الله ناوي لو ربنا مد وفي فينا صحه نجيب ناس السياسه دي في يوم وعندنا. طيب دارس أسألكم سؤال تاني، يعني لحد ما المشكلة والناس بيعيشوا عليه والحركات المسلحة دي مشكلة كبيرة طبعاً، ما في كلام. طيب دارس لك يا دكتور أحمد من حاجة تانية، أنت أنا مما فتحت وجيت بريطانيا دي ما بعرف غير دكتور أسامة ده، وبعد أسنان دكتور أحمد، أنتوا الاثنين بتعرفوا داعمين الإكسبيت المجال ده غير كثيرين. أحمد دكتور أحمد هاشم ده أنا ما قابلته حد، بس سمعت إنه اللي مات في لندن وحافظته لو لقيته حجيبه في حلقة تانية. أحمد هاشم مهم جدا يا بروف تجيب احمد هاشم وتجيب ياسر داود، مهم جدا. الناس المتخصصين في الموضوع كم واحد كده ثاني يعني اللي تعرفين؟ دكتور احمد هاشم، دكتور ياسر داود، وانت تعرف ثاني؟ عندنا في ماليزيا بروف، عندنا ماليزيا في ماليزيا بروف، عندنا اربع بروفيسورات في ماليزيا، من خيرة البروفيسورات في ماليزيا. طيب بروفيسور مين اللي واصل فينا؟ واصل احمد، واصل سوري. انا اشرفت علي لجنه من خيره الاساتذه في ماليزيا، بروفيسور الواثق محمد الواثق سعيد مرغني، بروفيسور نصر الدين كباشي، اخونا بروف خالد حامد، رجل اخر من خيره ابناء السودان في ماليزيا، رجل ممكن يكون عنده 50 براءه اختراع، بروفيسور عبد الرحمن. ممتاز. طيب حساباتكم دي الناس دي ما كثيره متخصصين، تمام؟ مثلا لما نقول الاقتصاد بيطلعوا في 1000 كده بيطلعوا، لكن في الكلام ده ما متخصصين كثير. هل انتوا البروفيسورات اللي ذكرتهم دي الله يطول عمرهم ويديهم العافيه والحياه، هل في اي زور يتواصل معاكم من احزاب وزير الماليه؟ في اي زور استشاركم مشاوركم قال لكم الصمغ ده هو اللي جايين يمرقنا من القصه دي؟ نيفا يا بروف، بالعكس احنا تواصلنا معاهم، تواصلنا وما في رد للاسف. تواصلتوا مع رئيس الوزراء ذاته؟ ما بتقدر تتواصل مع رئيس الوزراء، رئيس الوزراء انا كنت بواصله، كنت براسله في الموبايل بتاعه، وبعد شوي الموبايل طفى، موبايل اتقفل، اتغير الرقم، ما اعرف اللي حاصل. انت ما في تواصل مع ذول اخذ منك النصيحه، ذول بخبرتك الطويله دي؟ والله لا ما حصل، ما في حصل ذول اتصل بي. لكن أنا لكن بجهودي الخاصة يعني بحكم إنه اشتغلت عشرات السنين في مشاكل في قطاع تصنيع الصمغ العربي، يعني مشيت أقنعت واحدة من الشركات في السودان وكانت فكرتي وأقنعتها في إنه لازم يجيبوا مصنع ويعملوه فعلا يتعمل، وحسي إحنا مع مروج مع مثل خالد ساعين في إنه يكون مصنع، ما كفاية مصنع ولا مصنعين، مفروض تكون عشرات المصانع فإننا نحن نقدر نضيف قيمة مضافة ونستخدم كثير من منتجاتنا الغذائية أو حتى الأدوية. الطريقة اللي ماشي فيها دكتور أحمد دي واحدة من الطرق اللي بتعزم ما في شك قيمة صمغنا، فممكن نصنع فيه أدوية موقيت أدوية وتطوير منتجات كثيرة، لكن ما حصل به اتصال من ناحية سياسية من أطراف الحكومة الحالية. طيب نعم قال لك هيئة البعوث الزراعية، ودي من أكبر أنا بزاوية للمعلومة يعني الناس اللي ما عارفينها، هيئة البعوث الزراعية دي زمان ما بعرفها، زمان كانت
اكبر مركز للابحاث الزراعيه في العربيه كلها كان بتاع السودان ده اللي هو راسه في مدني. اللجنه الزراعيه لديها حزم متكامله لانتاج صمغ الهشاب للزراعه والطق حتى مع بعض الحصاد، لكن تكمن المشكله في تبني هذه الحزم. عندك اي فكره عن الحزم بتاعت الابحاث دي يا احمد؟ ما عندي عنها فكره بروف والله، لكن في مبادرات كثيره جدا في السودان على مستوى الجامعات مراكز البحوث، الشباب متحمسين لكن مشكلتهم في الكاباسيتي بيلدينج، شباب متحمسين لكن لما تدخل المعمل ما بتجد ولا ميزان حساس توزن بالعينه، ما بتجده، ففي اشكاليه كبيره. اوكي طيب، هذه سلافه دي كانت الكونكلوجن بالعربي كاتباها انجليزي. الملخص شنو هسه الحته دي؟ ما انت بتتكلم في كلام خطير جدا يعني. الكلام ده يا سلافه الكونكلوجن اللي انا قاعد اسمع فيه من رواحي، نحن النازلين احمد دير واسامه والبروفيسورات تذكرهم دير هم كثيرين، واحمد هاشم ده قالوا في لندن لسه حشوفه دير، يا ريت لو الحكومه تتواصل معاهم كناس خبراء يتكلموا معاه ان شاء الله بالسكايب زي ده. واحد. نمرة اثنين، اسمعوا الكلام اللي بيقولوا في الناس ده، بيقولوا في شنو الناس ده، يعني دير خبراء عديل يعني ابو كلام. ده انا في رايي. ثاني كلامهم ده برضه خطير، لو ما السلام ده ما اتحقق هيلاقي موضوع الصمغ العربي ده صعب جدا يحصل فيه اي حاجه. لانه هتعمل لك تنميه كيف وتعمل لك مكارب، والاولويه في التنميه في الريف دي كونكلوجن مهمه. يعني في شنو يا احمد ويا اسامه ممكن نكون نضيفه على الليسته دي؟ الكونكلوجن نحن جاهزين، نحن ومجموعاتنا كلنا جاهزين لخدمه السودان. طيب وانت يا اسامه؟ نفس الشيء يعني. احنا ما عندنا اغلب من السودان يعني احنا حتى في ظل نظام الانقاذ البائد كله بيحاول نساعد السودان برد النصر عن كل شيء. خلينا حيطلعوكم وانت خير ما تواصل فيه ده. لا انا بضحك بضحك معك. طيب يا اسامه يا احمد، دار انا اسالكم السؤال بعد ده عشان نشوف موضوع ثاني. انتوا الاثنين الصمغ العربي ده بتعرفوه من اي تو زد، عارفينه شراب بالعربي كده. وانت يا احمد زاد دي الكيمياء بتاعته دي متخصص فيها الليله دي. لو انت اسامه قاعد في بريطانيا، اكثر حاجه كان بيجت شوكولاته، كان بيجت عصير، كان بيجت وطيف سناكات، تفتكر لو جبت المستثمرين الغرب ده عديل حاجه هم حاليا ما منتفين في الصمغ ده ممكن يعملها، انت بتفتكر انه الصمغ ممكن يعملها؟ يعني في شيء الخوايات دي البرة فايده من الصمغ ده هم ما عارفينها، انتوا الاثنين عارفينها ممكن تقولوها حتى لو سرا يعني؟ وفي فوائد كثيره شديده للصمغ العربي، الناس ما بتعرف حاجه زي الصمغ. حتى بالمناسبه المستخدمين للصمغ العربي ما بعرف ذاته الطرحه دي شنو، السنغال دي شنو، بيعتبروا انه الصمغ وازويركي يعني بيشتغلوا به. فكل المميزات اللي بنتكلم عنها كان غذائيه نيوتراسيوتيكال بروبرتيز والعلاجيه والمساعده، الناس ما عارفه يعني. وبعدين مش كده، في اخطر من كده بالمناسبه. انا هنا هسه بنتكلم ونتناقش في الانتاج. انت هتعرف الاف دي اي قبل سنتين شالت الصمغ من الليست المعترف بها كفايبر. الاف دي اي اشرح لهم بالعربي شنو هي اسامه؟ الفود فود اند دراج ادمنستريشن، اللي هو بتاعت الادويه والادويه الامريكيه المنظمه. فده كلام حبيبي. وهل تعرف العام الابيل هي الشركات بتاعت الجدر الغذائيه؟ وده شيم يعني. احنا كاكبر مصدرين للصمغ المفروض الدوله تكون داعمه للابحاث دي، ومش كده مشاركه في المنظمات اللي هي IBG اللي هي دي منظمه بتاعت الصمغ، ونحن يكون فيها دور ريادي ودور فعال. يعني يا يكون لنا دور فعال او نعمل لنا منظمه خاصه للصمغ عشان يكون عندنا دور سيادي في دعم الابحاث العالميه. الشركات دي هي اللي قدمت ابيل وقدمت كلينيكال ستدي لل FDA، والابيل اترفض شهر 2 السنه دي. يعني الصمغ غير معترف به بمنظمه ال FDA از فايبر. يعني مشكله زي دي المفروض ان احنا كدوله كاكبر المصدرين المفروض نوجه كل علمائنا وكل مجهوداتنا في اننا كل الابحاث اللي تثبت اهميه الصمغ از فايبر. خليك دكتور احمد بيتكلم عن شيء متقدم خالص. اكيد از فايبر
نحن we are not يعني recognize إنه قلم صمغنا هذا فايبر. طيب يا أسامة يا دكتور كلامك ده في نفس اللحظة اللي قلته أخونا هيثم التجاني قال لك توجد لنا في وزارة التعليم العالي ناس من القطار والقطار جمعت أغلب البحوث أرجو تتواصل معهم لكن ده نزل عندك فكرة عن اللي إنه في التعليم العالي أنا ما بعرف لكن ده قاله هيثم وأكيد كلامه صح هل عندكم فكرة يا أحمد ويا أسامة عن إنه في التعليم العالي جمع البحوث خصوصا العربي عندكم فكرة؟ ما عندي فكرة والله يا بروف لكن آخر بحث كان أسامة عندك فكرة؟ ما عندي أنا يا بروف خليني أعلق على كلام أخونا دكتور أسامة قال كلام مهم جدا أنا رفعت داتا لو ملاحظ أيوة. لاحظت معي ممكن تلاحظوها أي دي خطوة كلام اللي قاله أخونا أسامة قبل شوية في إشكالية كبيرة جدا بالنسبة لي عشان يحددوا إنه الصمغ هو فايبر ولا لا بيعتمد على نسبة الداتري فايبر اللي فيه وبيعتمد على النشاط ال اسمه شنو هو نشاط البريبايوتيك طيب إذا كان جبنا معدة اصطناعية artificial stomach وأعطيناها هشاب صمغ هشاب وأعطيناها صمغ طلح هشاب وطلح مخلوط وهشاب لوحده بنجد إنه فترة صمود الهشاب 24 ساعة فقط جميل البليندينج هشاب وطلح بيستمر لحد 48 ساعة فمن شروط الصمغ أو الفايبر أنه هو يحدد بريبايوتيك بيحتاج لأطول فترة زمنية ممكنة في الجهاز الهضمي على أساس أنه تبروديوس البافيدوجينيك باكتيريا على أساس أنها تعمل تقوي جهاز المناعة دي المشكلة الكبيرة فالآن واحد من الاستراتيجية الداخلية عندنا في السودان يكون عندنا مواصفتين دي بالنسبة لموضوع مواصفة المحتاج لها العالم أصلاً نصدر لهم زي ما هم دايرين في مواصفة أخرى نعمل بليندينج بين الأصماغ كلما عملنا بليندينج كلما كانت القصية أفضل إذا عملنا هشاب طلح ككموت مع بعض بنسب مختلفة بنتحصل على بافيدوبكتيريا أو بنحصل على 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 داتري فايبر أكبر نتحصل على خصائص بريبايوتيك أفضل نتحصل على شورت فاتي أسيد أكثر تمام دي المشكلة ده الحاصل نعم عشان نطلع من التعليم العالي ده يا هيثم تسمح فينا وان التعليم العالي وبروفيسور انتصار ان شاء الله تكون بتسمح فينا طالما بيتجمعوا في الاوراق دي ما خلينا نلمكم بالدكتور احمد ده واحمد ده ما قاعد ده المعروفين الناس دي يعني احمد ده قال لك البي اتش دي كانت طلعت احسن بي اتش دي دوت جايز كل الاوراق موجوده يا بروف كل اوراق موجوده ارسل الايميل الان ارسلها لهم ما عندي مانع لكن المهم في تطبيقها المهم في التطبيق ومنشور على المهم في تنفيذها طيب في سؤال هنا جميل ذول انا ده السؤال ده جميل ما اقدر اضيعه قبل ما امشي مني من عبد الاله مساعد لو انا متذكر صح عبد الاله ده دكتور في امريكا ده طبيب دكتور طيب لكن ما لو حتى ما هو الا ما هو ده عبد الاله مساعد مكتوب قال لك يا برو علام الخبراء دي اللي هم انتوا وذكرتهم كمان دي ما يعملوا منصه في شكل منصه عالميه استشاريه اكاديميه عشان توحيد الجهود الفكره بتاعتك فاشله هذا الكلام اللي اتكلمت فيه وانا في منظمه اسمها الاي اي بي جي هي دي اليو اسوسيشن انترناشونال فور بروموشن اوف جامز وفيها الصمغ العربي وبعض الاسماء فدي بتضم كل المصدرين من الصمغ العربي وفيها لجنه علميه مفروض هي تدعم الابحاث دي لكن ما اول حاجه ما عندنا فيها شيء يعني رغم انه نائب الامين العام السوداني لكن ما عندنا فيها دور سيادي او ريادي او نحن بنتحكم في تسيير المنظمه رغم انه المفروض يكون عندنا السي الاخير فيها فعشان كده اقترحت يا يكون عندنا نحن نستولي عليه او نقوي زي ما قال الاخ عبد الاله منظمه خاصه بالصمغ العربي نلم فيها كل مجتهدنا كعلماء ومثلا لو في اف دي اي لو في الافسا الايفود اليوروبيان فود سيفتي ستاندرد مثلا وصلتي وكل المنظمات العالميه نكون عندنا جهود متكامله وعندنا ابحاث كامله ونتبع فيها مش كده كمان الابحاث العلميه برضه المفروض تكون فيها داخله يعني توأم مع مراكز ابحاث برضه عالميه عشان تاخد also recognition وكده فالموضوع عايز كل الجهود تتضافر مع بعض وممكن يتحقق ما نصبوا إليه ما فيش ممتاز
الليله ما شاء الله المشاركين معنا ديل بيسال دكتور يقول قاعدين معي في راس السؤال ده نزل وطلعوه يجيبوه براوند ابراهيم ده السؤال كنت عارفه لك قال لك هل هناك مانع او هناك موانع اخرى من الشيء زي الحمل ما في حمل يقول لك هل في موانع اخرى نفس القصه هل في موانع اخرى من الشيء مصلح في السودان غير عمل الاستسلام نفترض انه بكره السلام ده توقع وكل الناس زي قالوا خلاص السلام انتهى منه هل ثاني في مشكله غير الكلام اللي كنت فيه تطوير الريف والتنمية الريفية والناس يرجعوها ويقوم عاي أكبر في حاجة تانية إحنا ما قلتوها بتكون فقط ناقص الإرادة إذا عملية السلام تمت بكون ما في شيء في 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 في, في نموذج يا بروف لاحظناه أنا وخالد محمد صالح في إطار تسويقنا لمنتجات السودان كنا عندنا معرض في بومبي السنة الفاتت مشينا وجدنا أكبر شركتين للبودرة الرزازية شغالين جو انفنشر في الهند مع شركات هنا استغربنا أن هذا العمر ما جاءوا يتكلموا معنا ولا حاولوا في انفنشر في السودان فلما نعرف بحثنا لقينا أن الحكومة الهندية فارضة 60% ضرائب على أي بودرة رزازية تخش والصمغ الخام زيرو فالسياسات والاستراتيجيات مفروض تخوض في حسبان أشياء زي دي يعني أنت ما ضروري تشنج وتقول أمريكا روسيا دون عذابة ودون خايني زمان ده يا سامة يعني ولا تبغى تتخوض أنت عامل سياساتك لنا تخدم الجول والاستراتيجيات بتاعتك من غير مشكلة حتى شركات البر الأوروبية ممكن تتعلمها نحن يا أخي تعالوا معانا وتعالوا استثمروا جوا السودان وعملوا لنا مصنع لكده وعملوا لنا مصنع الدواء قالوا دكتور أحمد ده يمدكم بكل الرسبيز والفورمولاز ونحن يعني الناس تخوض استراتيجياتها بهدوء ومن غير ضوضاء ومن غير استعداء الناس وفي النهاية هي بتصل للجول والأهداف المرجوة مصانع السودان ما في شك ما في موانع طالما الدولة مفروض تتخذ سياسات زي ما أنا قلتها قبل شوية إنها مثلا تدعم رجال الأعمال والمستثمرين بناحية الرسوم والضرائب يعني يكون في حزم تشجيعية للناس تقعد تطور البرودكت وتصنعه أنت لازم تشجيع ليهم أسا الناس تقعد تطور البرودكت دي أسا ده جاء من عشان مثلا نقطة ده عارفش إنها سريع ياسر ده الداخل قال لك انا ما كنت قايله في الامارات والله قال لك يا بروف نحن مستعدين في مجلس العمل السوداني في الامارات وبصفتي نائب للرئيس مستعد للمساهمه في جمع هؤلاء الخبراء وغيره في ورشه عمل للخروج بالنتائج المرجوه كلام جميل وثم طرح المخرجات بشكل دراسات او شراكات او شركات للمساهمه العامه ممتاز فخاصة يا معنا نحاول تتلموا ونتربطوا بياسر ده كلامه جميل وعبد الله قال في برضو جات مداخلة من مصر يا ما هذه الحاجات المهمة تشبيك الناس ده من برا جات حاجة من مصر قبل شوية خلونا دخل لكم سريع قال لي ما تضيع من لأنه والله يا ما القصص دي كتير جدا وما يعذرونا يعني جات مداخلة من مصر قال لك كان في مؤتمر الصمغ العربي عندهم فكرة لا ما عندنا فكرة فين وفي أيوه لا هذه جات دقيقة هذه صلاة غريبة ده قلت كان هناك دعوة لمؤتمر عالمي للصمغ العالمي هو في قصر العربي ولكن انت اجل للظروف الصحية اعتقد ان المؤتمر ممكن ان يقوم بتقنية الفيديو كونفرنسنج ولا داعي لتأجيله ورايك وشريف الكلام اللي سمعتوا عنه ناسي منها خلاص البروفيسورات بتاع عندك ديل يا احمد كله يوم يتلموا وتعملوا نعمل لايف كونفرنس كله ممكن طيب في سؤال هذا السؤال ده يا احمد لانه يا ابني مسجات جبيل بعد ما خدتنا الفلاير وانت زمان في لندن قلتوا والنسوان دير رسلوا حاجات كثيره جدا انت قال لما نجي لندن يا احمد عملت لنا ضجه قلت معلش نطلع شويه في حته صغيره ونرجع جدا تاني جدا جدا كمان لازم نكون احنا مواكبين ما دي الحاجه اللي بنقولها نعم. الناس بالشاهد لانه يكون في مواكبه يا جماعه انت قال كلمت قلت الصمغ العربي ده بيبيض الوجه ما بعرف احمد ما النساء دي حاجه مهمه جدا طيب يا احمد انت قال كنت كلام ده بتذكر تمام اي في الكوزمتيك يستخدم في الكوزمتيك اي انا جاي لك الكوزمتيك في ظاهره حتى جابوها البي بي سي ترند يعني حتى جابوا الشاب قال لك بياخد حقنا $6,000 عشان يغير وشه ولا شو ما بعرف تمام وطيب لو عندنا زول بيدفع $6,000 عشان يبيض وشه ده وانت قلت السمغ ده بيض كده ورينا ما يبيضوا بالصمغ ده بس
عندنا الآن بروجكت مع شركة ماليزية بدينا الأسبوع اللي فات على سنه نعمل لايتنينج من الـ من الـ من الـ من الصمغ العربي في 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 دول جنوب شرق آسيا هنا في ماليزيا بالذات. لايتنينج يعني تبييض، يعني تبييض. تبييض نعم، لكن تبييض عادي يعني طبيعي، اللي هو بيعمل حماية لبشرة الوجه من الأكسدة بتاعت الشمس زي نظام القناع في ماليزيا. أحمد معلش الناس دي احنا يا جماعه في بي سي بيقولوا احنا بتبيض وشه، خلونا نتكلم بطريقه بسيطه كده. نعم الاكسده وبعرف لايتنينج دي كده خليني منها، يعني الصمغ ده بيعمل الشغله تحت الحقنه اللي قال وشك ده ابيض، بيعمل قناع، بيعمل قناع، بيحافظ على لونك يا بروف، لكن ما بيعمل، ما يبيض وجهك مره واحده، لكن سمعت ما زالت الحقنه دي سمعنا بعد تبيض الجسم كله مش الوجه. والله حاجه تخيل يا ابو والله لا ما ده نحن عايشين كلام بيجينا في عالم ثاني. التجربه في ماليزيا القوانص بتاعت الدواجن بيستخلصوا منها جيلاتين معين بيستخدموه بيعمل شد للوجه. طيب بعمل دكتور ما يا احمد دقيقه اسامه يا دكتور عايزينكم بس انا عندي معلومه خطيره ده رقم شبيه سليم يا دكتور احمد، يعني الصمغ ده ممكن يستعمل في الكوزموتيك برضه وللحاجات الجماليه ويبيض ولا الكلام؟ لا مش يبيض، يستخدم في الكوزموتيك، بيعطيك منتج افضل افضل من تستخدم السينثيتك. طيب انا المحلي حاجه ناتشرال. نعم طبعا دي حاجه بقت طبيعيه في انجلترا. الناس دارين يغمدوا لونه بقوا اسود وديل دارين بقوا ابيض، يعني ده عالم ثاني ده كده. خليني ارجع لصمغنا ده ثاني. قال لك ابو قاسم ده كل المنتج من الصمغ العربي في السودان عباره عن 10% فقط من غابات السودان، الكلام ده رايكم فيه صح؟ اوافقه 100%. 10% بس؟ عشان كده انا صريت على موضوع السلام. يا سلام 10% بالله كل 10% فقط هذه الكميه 10% يطقوها رجال اعمارهم 60 عام. إذا حدث عملية السلام وأنشأت وسائل خدمات في منطقة الحزام كلها ممكن ننتج أكبر كمية. إذا حصلنا 80% ممكن يكون إنتاج السودان 300-400 ألف طن خام. وهذا الفاتح بأكد على كلامه، قال لك السلام والاستقرار والتمويل أهم معلومات فعلا. صح بالضبط. قال لك هل يا معلم الناس كثيرة جدا والله، قال لك هل صحيح إن السودان أنتج غراب 77% من إنتاج العالم العام الماضي بالرغم من وجود خروف في مناطق الإنتاج؟ صح. كانت 80% نزلت. ما هو نزلت وحتنزل أكثر لو ما انتبهنا للمشاكل اللي حاصلة، اللي هو زي ما تكلمنا مثلا الخدمات والسلام ووزارة الشباب وعدم ورصو تمويل المنتجين. يعني المفروض الدولة تشد حتى الجهاز المصرفي لتمويل المنتجية الصمغ العربي والأشياء دي كلها، لو ما حصلت هتبقى. بالمناسبة الشركات حتى برا بقت تشجع إنتاج الصمغ والتلك في مالي وسنغال والجماعة دي ما كانوا داخلين في العملية الإنتاجية، فأشياء خطيرة. يعني 77% كنا 85% وقتك. طيب وبالمناسبة وده حتى دخل لدخول الطرح، يعني لو كان الطلحة ما دخلت التصدير كنا حنكون في موقف يخطر علينا. طيب قال لك عبد المجيد ده حسب تجربة دراسات إنتاج وتسويق الصمغ العربي موضوع التسويق المنتج هو الشرط الأساسي لضمان زيادة واستقرار إنتاج الصمغ العربي، مؤكدين كلكم ما في كلام صح؟ صحيح، لكن كيف ممكن تستفيد سؤال المهم بعد التغنية الثانية الرقمية؟ مفروض الدولة ذات تشجع في زيادة توسيع الشبكات وزيادة سرعة الإنترنت، لأنه معظم الشغل الآن بقى بالفيديو كونفرنسينج والمايكروسوفت تيمز والسكايب والتالي، فبالتالي في دعم التسويق، لأنه حتى حسب أثناء الكوفيد الناس توجهت لاستخدام التقنية الرقمية. هذه واحدة من الحاجات المفروضة الدولة تهتم بها شديد تساعد في تطبيق الصمغ العربي. بعدين الحضور في المؤتمرات والعالمية. أقول لك حاجة يا بروف، الواسية مشينا في فرنسا وجدنا جناح كامل لمصر بيعرض المنتجات المصرية كلها. الدولة متكفلة بإيجار الجناح
وعملت منصة لكل الشركات المصرية تعرض منتجاتها. احنا في السودان ما في غيرنا، احنا غير جناحنا، احنا عاملين جناح صغير كده عشان يصب. شوف السودان ده بكل منتجاته بكل تنوعاته، ما في اي حضور في معرض الأغذية الفود انجريدينت في العالم، كل العالم بيجي هناك، ما عندنا اي وجود. والله يا اسامه تاكيد لكلامك، وانا برضو فرصه اذكر دكتور ايمان السعيد مع شباب ممتازين قاعدين في الامارات ديل، حتى فورتير زير اون تايم بيحصلوا عليه، كانوا يعملوا البافيليون المعرض بتاع السودان في الايزو شنو الاكسبو في ابو ظبي في دبي، والناس ديل تعبوا تعب، يتصلوا يوم ويقول لي كلمنا منو السفير قال وقال، لكن حقيقه انا ما ادري اقعد نعملها كلها بليم، لكن الناس ديل فولنتير حتى الدوله يساعدوها في انها تعمل، يكون عندها حاجه مشرفه في الاكسبو، تعبوا تعب كبير جدا جدا، وبيتكلموا دائما من الحياه الاعراضيه في المعرض على السمو. قالوا لي علامه المعرض بتاعنا دايرين في الاكسبو، وبعدين هو اكبر حاجه الوحيده اللي عندنا هو السمو، اكبر حاجه عندنا. فوالله المشكله دي يا جماعه كبيره، والدوله المفروض تنتبه لها. يعني يا يا بروف، ايوه اتفضل يا احمد. يا بروف انت رجل خبير في التنميه المستدامه، وكل العالم الان يبحث عن تحقيق اهداف التنميه المستدامه. الصمغ العربي يمكنه تحقيق الـ SDG 2 والـ SDG 4 والـ SDG 3، وهي تتضمن الجوع والصحة والنمو الاقتصادي، وهذه الثلاثة محاور تحمل أو تتضمن 12 هدفا لها علاقة بالتغذية العلاجية. نعم، من بتمثل لنا 12 هدف من جملة 17 هدف لأهداف التنمية المستدامة كلها. وأضيف لك يا دكتور أحمد، عندنا شجرة الحشاب الانفايرومنتال بوزيتيف امباكت رهيب، يعني الشجره فيها جذور عميقه بتعمل على تجميع التربه وتمنع الديزرتيفيكيشن والتصحر، ومشكله فيها عقد بكتيريا رازوبيا بتثبت النيتروجين الجوي اللي هو النيتروجين فيكسين ايجنت، يعني معناه بتثبت جذور التربه. فكل مشاريع الزراعة الآلية بتاعتنا اللي استنفذت خصوبتها بزراعة المحاصيل يمكن زراعتها مثلا بأشجار الهشاب اللي هي حتعيد ريفرتلايز التربة دي بعد عمر الشجرة 25-30 سنة، يعني نزرع فيها هشاب نستفيد منها قيمة اقتصادية ونعيد خصوبة التربة، يعني عندها إيجابيات كثيرة حتى للبيئة، ودي بتدخل لما قال دكتور احمد في اهداف التنميه المستدامه. ما في اثنين ثلاثه. طيب سؤال انا التوصية بروف ال في كلمه نتمها لاخونا هنا اخونا دكتور اسامه، اللي هي عندنا في التوصيه بتاعت كيوتو مؤتمر المناخ كله، مؤتمر قطر ومؤتمر كيوتو في جنوب افريقيا، عندهم توصيه تحتاج ان الحكومه تتحرك فيها. التوصيه دي بيقول لازم فيها عشان يزيد نسبه الكربون في اللي هي زياده الالتزام، ان احنا ممكن نستفيد من استزراع المساحه بتاعت جنوب الصحراء اللي هي حزام الصمغ العربي يقع في قلبها، يعني ممكن نستفيد، نحتاج بس نتحرك عن طريق الامم المتحده، ممكن نعيد استزراع الحزام، نعمل ريهابليتيشن للقمع العربي بيلت. طيب القمع العربي يعني القمع العربي حزام الصمغ العربي يقع من ضمن التوصية المساحه في جنوب الصحراء المفترض انها تعاد الاستزراع الاشجار فيها. تمام. قبل شوي جاك سؤال يا دكتور، ذكرت تكلمت عنه في المؤتمر، اول حاجه نعملها نغير اسم الصمغ العربي للسودان. انت الكلام ده كنت تكلمت عنه في المؤتمر والله ما عارف اللي بيحصل، لكن انا قاعد في المقالين كتبت الصمغ السوداني برايي كتبت بالمناسبه. هو في كثير من الدول بيطبق عليه القمع كيشيا، كيشيا قمع يعني هذا الصمغ عربي. طيب احنا ما بنعرف من العرب، لكن صحيح هو التسميه غريبه يعني شويه.
هاي بحس انها برافو هنا ناس بين العرب وكلام المشكله بتاعتك. طيب في حته ثانيه قبل شوي جاك سؤال هيك قلت 10% بنت السودان صح 10% من الكباسيتي بتاعتها، وقلت لك معقول 10% البنتيه دي بتعادل 77% من تاج العالم؟ ده اللي حاصل للاسف. لا حول، معناته احنا يعني الشغله دي حقتنا احنا كلها عامله. نعم. وما تنسى انه جنوب انفصل، يعني جزء من الغابات دي ذهب مع الجنوب كمان، لكن غالبية في الشمال صح؟ غالبية طلح، انفصل مع الجنوب غالبية طلح، يعني غالبية طلح في جنوب السودان. نعم، أنا من مؤتمر لندن دكتور أسامة لو يتذكر، أختنا واحدة من جنوب السودان قدمت ورقة، أنا من الورقة بتاعتها تأكدت إنه الجنوب حينفصل. يا زول والله تأكدت. وكان مدعوم الصمغ بمنظمات عالمية. طيب ده جايك سؤال الزول قبل نعرفه هيليا هو صادق حاج علي، حاج علي ده بيزنس مان يعني عارف البيزنس الصناعة. قال لك أغرب مسألة في السودان وده سؤال كلامه ما يترمي، يعني قال لك إنه المشاكل معروفة وحلولها معروفة ولكن طلع الدوام حبر على ورق. تنفيذ. أنا بأكد طبعا كلام، وإنتوا رأيكم الشيء ما هو 100%. زي ما قال هي المشكلة ما مشكلة موارد، هي مشكلة إدارة الموارد، هي دي مشكلتنا. يعني عندنا كل ما تحلم به أي دولة في العالم من مياه، من أراضي، من تنوع في إنتاجات، حتى ثروة حيوانية ومعادن، ولسه بنتسول. طيب أنا سألتك عشان الليلة هسه بدل ما كنا نتكلم 40 دقيقة نحن داخلين على ساعتين هسه، كله لأنه أنتم الناس كلها ما شاء الله داريس تسألوكم، ده غير الأسئلة بتاعت المساحيق ويبيض كيف ويبيض كمية من الأسئلة خليناها كلها. أنا سؤالي يعني هذا عشان الليلة ساعتين اللي لميناكم فيها وتكلمتوا وحيسجل الفيديو ده حيترفح في اليوتيوب وقاعد، عشان زي ما قال الصادق ما تكبح حبر على ورق. انتوا قاعدين هسه الخبره ديت، ما انا الصادق ده قاعد في السودان عايشين الجمر دي، بقول شنو تقدر تقولوا كخبره؟ واكيد في ناس كتير شاوروك وناس شغلت الامارات اللي قلتها دي يا احمد، ما اكيد انت كان لك دور شاورتك ووجه عمل التست بتاع، عشان كلامكم انا قلت بس الليله بس لغانا ده ما يمشي يكبح حبر على ورق. توصياتكم شنو انه ما يكبح حبر على، كيف نعمل شنو عشان ما يكبح حبر على ورق؟ توصياتنا يجب أن تتبنى هذا الفيديو، تتبنى مخرجاته جهات عليا، أقلها أقل يعني على الأقل يكون في مكتب حمدوك وله العلم به. ما هو حمدوك على زول خلاص يا هو أعلى الشعب، الشعب أعلى من حمدوك. لا 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 ما جهات عليا أقلها أنا. نعم نعم يعني على الأقل يكون في المكتب. نعم تمام، وانت موافق يا اسامه طبعا جدا خلاص نعمل لها يا برد يا برد رئيس وزراء يدوا له التوصيات بيجي يكرر في التاريخ عشان ما يبقى يتفرج يعني. طيب سؤال اخير قال لك في حاجه كده كلام غريب كده قال لك ما تطرقتم، انا دي من قبل بعد الله قال لك ما تطرقتم لصمغ اللبان او صمغ الترتر ولا جماعه الترتر صمغ الترتر هو اغلى من الصمغ العربي، ليش كده اوري الناس الكلام؟ انا خبرتي فيه ضعيفه لكن ممكن اقرا احمد لو عنده شويه خبره. ان احنا تكلمنا عن الاصماق التي تزف في الماء والتي تؤكل اللي هي زي الهشاب والكاكاموت والطلح، صمغ الترتر او الطرقطرق او صمغ اللبان دي من الاصماق اللي بتدخل في الكوزمتيك غاليه جدا، هي الطن بتاعها طن اللبان كان ب 12000 دولار تقريبا ضعف او ثلاثه اضعاف سعر الهشاب. جميل، لكن يستخدم في الجانب العقيدة الطبية وأدوية الصدر والأزمة وأشياء زي دي. هنا عندنا في ماليزيا في تجربة بسيطة استخلصنا الزيت فيه نسبة زيت عالية جدا، يعني يتميز دائما أبدا لما يمتص بالماء بيتحول لجيلاتين أو جيل، بيبقى جيل شكله بيكون جيل.
ففيه جانب اقتصادي كبير جدا اللي هو ينتج في المناطق الجبلية في جنوب كردفان ودارفور. دارفور برضو فيها كمية كبيرة جدا من العناية. الأهل الهدندة وهم الوحيدين اللي كانوا النقل والطعام تحت الطق وعلموها لأهلنا في جنوب كردفان والمنطقة اللي اسمها شنو في دارفور. طيب ده جانب وحده كبير جدا يعني محتاج برضو زي ما أنا قلت كميات كبيرة جدا من ال... صوتك قطع يا أحمد، صوتك جرح يا ما سامع عنك أحمد، ما سامع عنك ما في صوت وانا تهيئ لك ولا زعلت من احمد لكن بس برمضان نحترف بقصة. طيب يا احمد انا درسك سؤال اخر سؤال في الحته دي موضوع الصمغ العربي ومرض السكر ده لانه مرض عالمي واكثر مرض بيقول لك صديق الانسان حسب اكلك وشرابك وممكن يكون استثمار كبير عليك الله بيخوب يعني بطريقه فيري يعني يا بتكون يعني دقيقه واضحه يا احمد لانه ده ممكن يكون فيه استثمار كبير جدا جدا. الصمغ العربي بيعمل شنو لمرض السكري؟ خليك فيري شارب عليك الله احمد في الاجابه عليه. ما سامع عندك، ما سامع عندك احمد. ما سامع عندك. طيب يا اسامه انت عندك الاجابه قول يا اسامه. والله هو كل البنفيت للصمغ بتتاتى في انه هو فايبر وهذا البري بيوتيك بيدعم البروبيوتيك بكتيريا. ما هو في الامعاء الغليظه في البولون بتوجد البنفيشال بكتيريا اللي هي بتسمى البروبيوتيك. والصمغ بيعمل على تغذيه البكتيريا اللي هي بيفيتوبكتيريا ولاكتوباسيلس اللي هي بتخليها تعمل تو بروديوس الشورت شين فاتي اسيد. المهم البكتيريا البنفيشال بكتيريا دي بتعمل فوائد كثيرة اللي هي منها المناعة وبرضو بتعمل على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم وبتك يعني بتتخلص من السموم عشان كده لا علاقة بالنيتروجين ولا علاقة بالفشل الكلوي. وده برضو بيدخل في انه بيعمل كنترول للبلاد شوغا على اساس انه بيعمل استابلايزيشن للبلاد شوغا في الدم عشان كده عنده بضغط في انبات للدايابيتيك او الناس اللي عندهم سكري. ما عارف احمد جاي احمد بتسامعنا؟ لا طيب يا اسامه السؤال اللي كنت حاسالك ولا ليش نختم به ولانه الساعه كتير هسه الليله دي انت اصلا ما شاء الله ما خليته حاجه والصمغ العربي ده في اي حاجه في ناس دايرين يشتروك الحلاوه ياكلوها كان اي حاجه انتوا خاصه برا السودان بتلاقي وين يا اسامه في الامازون يعني اشتري من وين السوداني؟ هو طبعا شركات بتبيعها از كوميرشالي ان تونز لكن لا. في كثير بسم الله العام يعني الاشتراك العام ده بتوجد في كل الاي باي في الامازون في الانترنت في بتباع في الباكجز صغيرونه في الخليج كده بتجد تلقى كل الانواع في نوع داير ميكانيكال الباود بتلقى داير بودرزاتيه كله بيكون جنوين بيكون جنوين صمغ عربي كلام زي ما في يعني كله جنوين الحاج السوق ده كله في كله جنوين كل انواعه. في ناس بده يكتبوا صمغ عربي ما بتعرف انه ده هل هو سنغال هشاب ولا سيال. الهشاب الشجره بسموها كيشه سنغال تري والطلحه بسموها كيشه سيال يعني بعض المرات بتلقى هو يقول لك كيشه سيال أو كيش السنغال اللي هو ده الهشاب والسنغال. فبعد مرات بيتباع هذا الصمغ العربي ما بتعرف إنه هل ده هو يأتو هشاب ولا سنغال. لكن متواجد في كل أنحاء العالم في عبوات صغيرة ده ذاته بيزنس بالمناسبة كبير شديد. يعني أنت الكيلو بيتباع في بريطانيا بكم 20 ولا كم 30 جنيه استرليني ده في عبوات بس صغيرة كده. يعني it is a potential for huge business. ف طيب. احمد ريحت انت يا احمد؟ لا لسه وين يا احمد ما قطعت شنو؟ طيب يا دكتور سامة نختم كلامنا ده بحاجه جميله جات بالصدفه هسه سبحان الله هسه قال لك انه ابو الشوش ده قال لك يا ابو علام ما شاء الله عليك انا نشوف انه تركزوا في التعليم بتاع السودان
واول حاجه تدخل الخرطوم رياضه الخرطوم دي ولا حضرتك الجامعه. هسه لو سالناك يا اسامه الناس لو قال لك اسمع خد ما في حاجه اسمها الاوبورتيونيتي كوست البروش ناس خدتها هنا ولا خدتها هنا تمام. هسه لو دايرين نطور معلش سؤال تحت الجا غريب جدا لكن هو لازم نجاوب عليه. هل نقوم نركز جهودنا في جامعه الخرطوم ونقيلها في الطب احسن اخذ جامعه في الحاله ولا نركز جهودنا في كرونا ونطور موضوع الصمغ العربي ده؟ ما هو القصه ما منفصله يعني. انا قبل شويه تكلمت عن الدراسات بين جامعه النيلين وجامعه الخرطوم في استخدام الصمغ العربي في تعزيز المناعه ضد الكوفيد. فحتى جامعه كردفان ممكن تخش مثلا في مساهمات. فانت لما تدخل تطور التعليم البحث العلمي حتطور الجامعات وحتطور البرودكت. هي بس التعليم او الريسيرش مفروض يكون قايد بالاحتياجات عشان ما يبقى هو حاجة فلسفية ورياضية أو حاجة نظرية بعيدة عن احتياجات البلد. يعني عندنا مشكلة مثلا في الريف في كردفان في دارفور في كيف تنمية الصمغ. ممكن تكون في أبحاث اقتصادية أبحاث علمية دي كلها أنت في بتطور بعصر زي ما أنت عارف يا بروف الجامعة بتصل الدرجات العليا بالبحوث. البحوث هي أكثر من يرفع من مرتبة الجامعات مغرد مصاف الجامعات الأخرى. وده الطريق أصلا. أي تنمية ما بتحصل من غير بحث علمي. يعني لو ما في بحث علمي وتدريب واستثمار ما يحصل أي إنتاج ونماء اقتصادي. فلازم يكون في تطوير بحث علمي والبحث العلمي مربوط بتنمية الريف وتنمية منتجاتنا اللي هي في النهاية تصب في تنمية البلاد كلها. طيب انا اطلع الجامعات الجديده ونقول عندنا جامعه بالتوب 500 فرصه جات. يعني ما يقولوا لي انت جامعه السودان تشكر فيها كل مره. جامعه السودان انا تكلمت عنها في لايف فتره وحقيقه يعني جامعه مشرفه جدا. جامعه السودان كلها مشرفه وربنا يرفعها كلها في ال 500 الاوائل. لكن الجامعه دي بقت تحقق في اشياء بيطالبوا بها الجامعات في بريطانيا هنا. وتكلمت عن حاجه اسمها الانجيجمنت. يعني بالعربي كده في بريطانيا هنا الجامعة لو ما خدمت المجتمع بتاعها ما ده قياس مهم جدا. فأنا أتمنى أن جامعة كردفان تخدم المجتمع بتاعها هناك. التوعي والكلام استعلونا ليه والناس ده. وبمناسبة جامعة السودان دي عندنا مثال يا زول سألنا السؤال ده قبل شوية أبو الشوش ده. جامعة السودان دي من ناحية يعني اندماجها مع المجتمع وحل قضايا المجتمع. المثال ضربته أنا في لايف ما بتذكر قبل أسبوع ولا 10 يوم الحته بتاعت الكوفيد ده ذاته. الجامعه دي قامت طوالي عملت السانيتايزر المسكين دخلوا المعامل البلد عملوا وزعوا على الناس عملوا كمامات عملوا مع ده هو دور الجامعه الحقيقي في العالم المتطور. يعني في بريطانيا الجامعه كوميونتي اول حاجه لانه البحث العلمي ده ممكن ما تعمله غيرك يكون عمله يعني لكن الكوميونتي قاعد فيها دي. فنتمنى ان الجامعه تكون تطور. وانا بقدم من الحته دي هنا يعني مبادره هديه مننا في المنظمه العربيه للتنميه المستدامه. لو يتواصل معنا زول عن طريق الدكتور احمد ده نتواصل نحاول ندعم جامعه الفاشر وكردفان. انا كل مره بقول كده بقول احنا ندعم جامعه كردفان والفاشر نكون عندنا ترقيه ايجابيه لانه الجامعات دي بعيده لا في ناس تخرج منها زمان عندنا كونكشن معها قبل جامعه الخرطوم لانه ذلك محتاجين اكثر. فإن شاء الله نتواصل مع دكتور أحمد ونحاول ندعم جامعة الفاشر دي وكردفان لأنه الجامعات دي قاعدات برا. وأنا ما حقدر أطول يا جماعة أنا أخذنا منكم ساعتين تقريبا أخذناها من وقتكم. وأنا متأكد لو قلت لكم فيه يمكن ألف سؤال ما يجاوبوا ومصدقوني. وده أنا قلت للدم ما شاء الله محبوبين ومرغوبين ويعني ربنا يطول في عمركم ويزيدكم. وأنا والله أنا ألخص بحاجتين. يا ريت مجلس الوزراء والمجلس السيادة والحرية والتغيير لأنها هي نحفي الحكم في السودان. يا ريت الثلاثة دول يتصلوا معنا ولا يتواصلوا مع أي طريقة يصلونا نديهم الفيديو ده. ونديهم الفيديو بتاع دكتور أسامة الزمان 2015 عمله بيوضح الصمغ العربي ده كله. ونرسل لهم أوراق دكتور أحمد دي كلها أسامة دي كلها ندي لهم بي دي اف ولا يمكن يعملوا سيرش. والفيديو ده عشان شنو؟ يقدروا يعني حاجه جاهزه لو رسولنا بالمبابين الدالي واضحين مفتوح على الملا. يعني لانه الصمغ العربي ده فيه ثلاثه فوائد ارجع لها ثاني. انا نحن نمره واحد في العالم يا جماعه. اتذكر الجمله دي
احنا كاس عالم نقدر نمر واحد في العالم ما حنجيبه قريب 100 سنه ما حنجيب كاس العالم والله اعلم. لا حنجيب احسن جامعه في العالم يعني اقدر احطكم ولا احبطكم لكن المشوار طويل. لكن المشوار في يدنا وممكن نعمله بكره ممكن عندنا حاجه نمر واحد في العالم الصمغ العربي ان احنا نمر واحد في العالم. لكن زي ما قال لكم دكتور اسامه دبيل نمر واحد في العالم دي لو ما بقى يتباع برا ويجيب المليارات للسودان وتبقى كردفان دي زي فيها العمارات وفيها المستشفيات وفيها ما بفايده. يعني شنو انت نمره واحد في العالم؟ ما احنا نمره واحد في انه يكون عندنا بوتاسيوم نغذي العالم كله وينه هسه ما في. فاتمنى انه يسمعوا الكلام في الحته بتاعت السياسات هسه الدوله لا تسمع للعلماء. وانا قلت الكلام اليوم ده في مرحله البرلمان البريطاني هنا اول ما كوفيد ظهر قالوا للجامعات عن طريق الرويال سوسايتي قالوا اي استاذ في الجامعات البريطانيه يخش الابلكيشن ده يكتب اسمه وايميله ويكون انا تخصصي في الحاجات الفلانيه لهم لسته. يعني البرلمان البريطاني اول حته اللي قال ليه عشان تزعفوا في الجائحه بتاعت الكورونا دي مش للجامعات لا مش للميلتري ولا مش لوزاره الماليه ولا غيره صح ده كله لون دور. لكن مش للجامعات قال لهم ساعدونا نلحق روحنا وبالتالي كل ما يجي وزاره الماليه تلقى العلماء قاعدين جنبه بهنا وبهنا. المهم نوقف هنا يا جماعه شكرا لكم شكرا لكل اللي شاهدونا ويا جماعه عازله كبيره وناس يعني ما قدرنا نتمنى تنشروا الفيديو ده ويطلع على الواتساب. اخيرا يا احمد وصل يا احمد والله يا احمد بعد ما طريقه ما تقول فصلوك ناس الامن ما في امن هنا يا اسامه كلمه اخيره انت يا اسامه بعد والله بس بنشكرك يا بروف على توفيرك للبلاتفورم دي وانت طبعا اجتهاداتك من بدري يعني ما قبل سنه ولا سنتين ولا راكب الموجه فمجهود مقدر يعني وده ديدا كل السودانيين حريصين على السودان جوا قلوبهم مهما اقتربوا مهما بعدوا منه يظل السودان حبيس داخل قلوبهم وكل هموم ومشاكل السودان يعني كلها همومنا وأهلنا هناك. فأنحنا كلنا مع دكتور أحمد وكل بنمد يدنا لحكومتنا في السودان أنحنا أكثر إصرارا وعزم في أنه نطور سلعتنا الحيوية الصم ونحاولها نحاول ان ترفد خزينه دولتنا باضعاف اضعاف ما تحصل عليه الان ان احنا تحت الخدمه والحصه الوطن. يا سلام عليكم يا احمد صفق لي خلاص. طيب لما قلنا كردفان والفاشل استلنا اخونا دكتور احمد حاير البيت للدكتور المامون ادخلوا معكم جامعه غرب كردفان غرب انا كان جاله حالي يقول لي بتعرف عربي بس كنت في الغاب بالغاب طبعا بعمل ستيك لك غرب كردفان بالنهايه سوق الصمغ العربي والله يا جماعه كلهم اي جامعه الناس تساعد. لكن انا برجع وبقول كردفان دارفور جبال النوبة المنطقه هذه دي كلها لازم يتطبق فيها الكلام اللي قاله السومال ديلا بوزيتيف ديسكريمينيشن. عندنا ناس قاعدين جوا معسكرات بيقروا عندنا ناس في الخرطوم في مدارس مكسره نمشي بتاعنا المعسكرات اول دي ما لها نقاش. فكردفان غربي دارفور يا طاهر نقود دي الاولويه لانه دي البعيدين من العاصمه ودي في حتات كلها حروب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لكم بعد ذلك بنوقف والله ساعتين طويله والله يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا لك يا احمد سامعنا خلاص مع السلامه. سلام مع السلامه خلاص.